فجيعة وهو كبير جداً. لا يجب أن ننسينا أن هناك وطن ودولة وشعب ينتظر منا ألا نفقد أعصابنا، ولابد أن يكون عندنا وضوح رؤية لما يجب أن يحدث وما يجب أن نفعله. الرئيس الله يرحمه كان أعلن بعد عودته في 67 أنه هيعمل انتخابات للرئاسة بعد إزالة أثار العدوان. لو سمحت لي يا سيادة النائب، الدستور حدد المسألة بدقة، حضرتك مرشح لاستفتاء على الرئاسة. لا، فضلكم أنا سأكتفي بأن أكون نائب للرئيس، بعد كده حضراتكم تفكروا وترشحوا شخصية الرئيس. ظروف البلد ما تسمحش بأي تأخير أو فوضى في انتقال السلطة من المرحوم لخلفه، والانتقال ده لازم يبقى سريع وطبيعي، نحتكم فيه للدستور، والدستور بيقول نائب الرئيس يخلفه في حالة غيابه باستفتاء شعبي خلال 60 يوم. الحكاية كلها لازم تتم. جمال عبد الناصر كان رئيس للجمهورية ورئيس للوزارة ورئيس للاتحاد الاشتراكي. نبدأ الأول برئاسة الدولة. إيه رأيك يا صبري؟ في حد عنده رأي تاني غير الرأي اللي قاله هيكل؟ يبقى على بركة الله. فقدت الجمهورية العربية المتحدة، وفقدت الأمة العربية، وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال، رجلا من أغلى الرجال ومن أشجع الرجال وأخلص الرجال، هو رئيس جمال عبد الناصر. أنا طلبت من حضراتكم قبل كده أني أظل نائب، لكن بعد ما اطلعت على الموقف في الداخل والخارج وقريت مذاكرة القوات المسلحة اللي أنا اعترضت عليها بشدة، تأكدت أن لابد من الإسراع في إجراء الاستفتاء على رئيس الجمهورية. لو سمحت أنا عندي تحفظ واحد، أرجوك يا أنور ما تاخدش كلامي على إنه اعتراض على شخصك. لا يا حسين، أرجوك تتكلم بكل صراحة. أنا أخشى إن الناس ترفضك فاستفتى، ده هيبقى معناه رفض ثورة 23 يوليو، لأنك رمز من رموز ثورة يوليو. والله يا حسين عندك حق، ممكن الناس تقولي لأ، بس ساعتها لو حصل أطلب من حضراتكم إنكم تجتمعوا ونرشح اسمي تاني، ولو الناس ما وافقتش على الاسم التاني نجتمع تاني ونرشح اسمي تاني. أيها الإخوة المواطنون، لابد أن أصارحكم أنني أعتذر بالنتيجة التي أسفر عنها الاستفتاء الشعبي. إن أكثر من 6 ملايين قالوا نعم لترشيح، وأكثر من 700,000 قالوا لا. إنني أعاهدكم أنني سأكون للجميع، للذين قالوا نعم والذين قالوا لا. إن الوطن للجميع والمسؤول فيه مؤتمن على الكل بغير استثناء. إن الفراغ الذي خلفه رحيل عبد الناصر لا يستطيع أن يملأه رجل واحد، وأنا لا أستطيع أن أقوم بهذه المهمة بمفردي، ولهذا فإن العمل السياسي في المستقبل لابد أن يتم من خلال المؤسسات الدستورية والسياسية. Thank you.
بص يا فندم، النهارده يا فندم في عشاء رسمي لتكريم سكرتير لجنه العلاقات الخارجيه للحزب الشيوعي السوفيتي. ودول يا فندم. انت تشوف لي الورقه ده فيه ايه وتقوله لي. حاضر يا فندم. اقوام الورق دي هي اللي موتت جمال الله يرحمه. حاضر يا فندم. كتبت يا عمر؟ كتبت يا سيدي. اقرأ وسمعني. قل لن يشوفونا إلا ما كتب الله لنا. يا عمر يا ابني انطق صح يصيبنا بالفتحة. قولوا كلكم ورايا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما الدستور والقوانين للأمة المصرية. ايوه يا ابني، لقيت الاشاره. بقول لك ايه، بلغهم ان الخطوط كلها عطلانه. ايوه، ولازم اول امر رسالات. ايوه، انا الدكتور يوسف رشاد، طبيب وحده الحمام اللي جنبكم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. في الحقيقه انا كنت عاوز اتصل بمصر ضروري. والله يا دكتور الخطوط كلها عطلانه. ايوه، ما انا عارف انها عطلانه، بس كنت متخيل ان الاقي الحل عندكم. اصل ابني عيان قوي وكنت عاوز اطمن عليه. عموما شكرا. يا دكتور لحظة، اتفضل. أنا هعمل محاولة وأرجو إنها تنجح. يا ريت يا فندم. القاهرة؟ أيوه، خليك معايا، خليك معايا. اتفضل يا دكتور. تمام يا فندم. اتفضل. اتكلم براحتك وانا جنبك في الخيمة. لا مفيش حاجة. الو؟ ايوه، اديني 25 90 من فضلك. الانجليز ما عملوش حاجة للشعب المصري اللي اعلنوا الحماية عليه. بيبنوا في طرق ومطارات لاستخداماتهم العسكرية. وما بنوش مستشفى واحد في الريف اللي فيه نص الأطفال بيموتوا تحت سن الخمس سنين و70% عندهم بالهرسي. ما طوروش بير واحد فيه ميه نظيفه عشان الناس تشرب منه. ما عملوش مدرسه واحده عشان يعلموا الملايين اللي ما بتعرفش تقرا ولا تكتب. التفاوض مش هيطلعهم، هي القوه اللي هتطلعهم. فعلا هي القوه. مظبوط يا عمر. ايه رايك يا جمال؟ انا بسمعكم. الاخ جمال بقاله ست شهور معانا في منقبات، متحفظ قوي، لا بيقول كلمه ولا بيضحك على نكته ولا بيقول نكته ولا تعرف بيفكر في ايه. هكون بفكر في ايه يعني؟ ومين اللي جاي علينا ده يا جمال؟ ده الدكتور يوسف رشاد. اهلا وسهلا يا فندم. انا عاجز عن الشكر في الحقيقه. انا مش هنسالك الجميل ده ابدا. جميل ايه يا راجل؟ المهم الولد اخباره ايه؟ الحمد لله حرته نزلت. انا كلمت يجي ثلاث اربع مرات. شكرا يا فندم. الف الف شكرا. مع السلامه. سمعت النكته دي؟ سمعت مره واحده. اهو ضحك، اهو ضحك، اهو. دي ذهبية حكمك فهم. بالظبط. هي دي بقى المهمة الوطنية يا شيخ حسن. تعالى بس. كابتن، مهم جدا ان الجهاز ده يشتغل. يشتغل. هاخده معايا البيت اصلحه وابعت الرسالة. احنا حاولنا نتصل بيكم بشتى الوسائل وفشلنا.
من هنا ورايح مفيش فشل ان شاء الله. اول مره اشوف الماني بيتكلم عربي بالمستوى ده. انا ابويا مصري. والهر؟ لا هو ما يعرفش يتكلم من العربي، لكن هو بيتكلم انجليزي. عرفت توصل القاهره ازاي؟ الصخرة الغربية على الصعيد على هنا كنا لابسين زبات انجليز. احنا ضد الاحتلال البريطاني والمانيا ضد بريطانيا، وعدو عدو صديق. احنا هنحارب الانجليز سوا، ولما ننتصر تحصل مصر على الاستقلال، وانتوا بقى تبقوا استفدتوا من مساعدتنا ليكم. احنا هدفنا نحرر بلادنا من الانجليز، مش نغير احتلال باحتلال تاني. يكون في معلومكم احنا زملاء في معركة، احناش عملاء لحد. واضح ولا لا؟ تمام يا فندم، مفيش أي حاجة، فتش المكان كله حتة حتة. أنا ظابط في الجيش المصري من حقي أسأل، أنتوا واخديني على فين؟ على سجن الأجانب. اسمحوا لي أفكر حضراتكم بالقانون. حبس أي ظابط مصري لازم يكون في ميز الظباط واللي يحرسه ظابط زيه. جوه، يلا. وانا مش عاوز اتحكم بسببكم. تعرف المدعو ابلر؟ لا. طب حسين جعفر؟ لا. الشخص ده اتعرف عليك وطلعك 10 مرات من وسط 100، تعرفه؟ طبعا اعرف. ميجور ابراهام ضابط اشاره في الجيش الانجليزي. اخدت منه جهاز لاسلكي. ما حصلش. لاير. وات؟ نسل. ميجور إبراهام، فاكر لما تقابلنا في محل الجمال؟ فاكر، بس أنا ما قلت لك شنو اسمي إبراهام. قلت لك إني ألماني واسمي أبلر. أنت لو كنت قلت كده كنت بلغت عنك على طول. والعوامة؟ عوامة إيه؟ إحنا اعترفنا بكل حاجة وحكمة اعترفت. هو في كمان حكمة؟ أكيد في خطأ أو خلط أو سوء فهم. أظنه ريل. أنا مش عارف هو بيتكلم على إيه أصلا. يؤسفني أن أبلغك أنه قد صدر المنطوق السامي بتجريدك من رتبتك ورفضك من الخدمة.
اخر الدنيا، طمني انت اخبارك ايه؟ زفت، كل شويه يحطوا لي في معتقل شكل، وبعدين المعامله سيئه جدا، واضربت على الطعام عشان العلم. تصور كل الاحزاب تدخلت وافرجت عن المعتقلين بتوعها ما عدا المعتقلين بقوا من الانجليز. اسمع يا حسن، هو كم واحد بره؟ عسكري واحد. دكتور اسماعيل، دكتور اسماعيل اتحرك يا ابني، جد الدكتور بسرعه ولا هيموت. دكتور اسماعيل، دكتور اسماعيل، حتى فين يا حاج؟ معسكر الانجليز في الدراسه. الاكل ده هيروح للانجليز؟ هيروح للانجليز، ولو جم الالمان انا برضو اللي هورد لهم الخضار واللحمه. شغلتي كده، متعهد توريد، انا مش زعيم وطني. ولا الحكايه دي مزعلك قوي يعني؟ لا ابدا، هما الانجليز برضو مش بني ادمين لازم ياكلوا. سيبت ايه دي؟ مرة وادي الرخام بنفسي للصباح بالملك، دلوقتي وادي الانجليز يعني. انت بتبرطم بتقول ايه؟ ابدا يا معلم، ابوك يا ابو الانجليز لا ابو الملك في يوم واحد. سلام يا حمد. مع السلامة يا اخويا، ربنا يسلك لك طريقك.
ربنا وحده اللي يعرف انا كنت بعمل ايه عشان ابعتلك مبلغ كل شهر. فيك الخير. اخر مره شفتيني فيها كنت لسه هربان يا ايمان. انا ما كانش ممكن اقابل كده، كل الاماكن اللي اعرفها كانت متراقبه. انا جيت بعد ما اتلغت الاحكام العرفيه وسقط الحكم. شرفت. انا جيت عشان اشوف العيال واطمن عليك يا ايمان. كتر خيرك. اتعذبت كتير بسببي. انت اللي عملت كده في نفسك. عندك حق، انا مش هعذبك اكتر من كده. نفس المبلغ هيوصلك كل اول شهر. كتر الف خيرك. سأتكلم إليكم اليوم about love. فالحب أمر مهم في حياتي، وهو أهم في نظري. There are three ways للحصول على المرأة. أولها أن تغزو المرأة. أي لعل بعضنا يغضب لأنني شبهت مصر بالمرأة وشبهت بريطانيا العظمى بالرجل. ونحن نقول للإنجليز نحن حلفاؤكم، بل سأذهب إلى أبعد من ذلك وأقول إننا كنا سنؤيد الإنجليز حتى لو لم يحاربوا من أجل الحق، لأن زواجنا بهم زواج كاثوليكي أي لا طلاق فيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. زكي حسن. أهلاً أبو الأناور. زكي. حسين أفندي توفيق، مدرسة فؤاد الثانوية. محمود أفندي يحيى براد، هندسة جامعة فؤاد. محمد إبراهيم أفندي كامل، كلية الحقوق. إزاي أمين عثمان يوصل للمستوى ده؟ ده راجل المرحلة الجاية، الإنجليز بيخططوا له عشان يبقى رئيس وزراء. لكن يخضع الوطنيين واحد واحد. ما ده طبعاً الهدف الأول ليهم. إحنا مش هنسكت. طبعاً مش هنسكت. نقتله؟ مش هيجيب نتيجة. بالعكس، هيجيب نتيجة مهمة جدا. ده راجل واحد، القضاء عليه هيقضي على الفكرة كلها، وهيدي درس لأي حد يحاول يتحالف مع الإنجليز. أيوة، بس العملية دي محتاجة إمكانيات كبيرة. كلها موجودة. إيه يا أخ أنور؟ هنسيب أمين عثمان يقضي على الحركة الوطنية؟ أنا عمري ما كرهت حد زي ما كرهته. هو بيقول إن العلاقة بين مصر وإنجلترا جواز كاثوليكي، ما فيهش طلاق. إحنا بقى مهمتنا نثبت للجميع إن إذا كان في جواز فهو جواز عرفي، الورقة بتاعته تتقطع في أي لحظة، وإن الطلاق بين مصر وإنجلترا أمر حتمي. على بركة الله. أربعة شاي واحد شيشالية يا حاج سيد. أنا اللي هضرب أمين عثمان بالرصاص. أمين باشا! باشا عثمان اتقتل! أمين باشا عثمان اتقتل! هم معانا! مين؟ العالم السياسي. معك وزن نيابة؟ إذن معانا النيابة شخصياً. كامل بيك جويش. قوم يالا قوم. المرة دي وقعت، واللي كان زميلك حسين توفيق اعترف عليك وعلى المجموعة كلها، وجي معانا ورانا مخبأ السلاح. كويس إن حسين توفيق اعترف علي، بس هو مين بقى حسين توفيق ده؟ زميلك في التنظيم اللي قتل أمين باشا عثمان.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هو أمين باشا عثمان اتقتل؟ ده كان راجل وطن. لا وطني ولا حاجة يا أخويا، ده مع الإنجليز والاحتلال. طيب والزعلان عليك لك بقى وعاوز تلغمني على الاعتراف بحاجة ما عملتهاش. طيب يا سيدي قتلناه، عايز حاجة؟ عايزك تيجي تقول الكلام ده قدام النيابة. يا راجل بطل افترا، هو أنا قلت لك حاجة؟ أنا اتكلمت معاك من أصله. أنت اللي بعت التلغراف ده للنائب العام؟ أيوه. طلباتك إيه؟ تغيير حضرتك. ليه؟ حضرتك بتعاملني بقسوة. أنا؟ أيوه. أنا تحت أمر سعادتك في السجن الأجانب 24 ساعة. معناها إيه تحقق معايا الساعة 2 بعد منتصف في الليل وعاوز تجبرني على الاعتراف بحاجة أنا بريء منها. ليه؟ مش عارف. ذكرت في تلغرافك إنك بتتعرض للتعذيب البدني. هل تعرضت للتعذيب البدني فعلاً؟ اتفضل حضرتك جاوب. ولا بس فالح أنت وزمايلك تنزلوا فيها ضرب؟ أنا؟ أيوه أيوه مثل عليا. قال أنا آه. أمال أبويا؟ طب ثلاثة بلا العظيم لو ضربتني تاني لأطلب النائب العام شخصياً يجي يحقق في القضية بنفسه. أنا؟ يا كد يا كد. من فضلك من فضلك يا توفيق بيه. هناخد أقوالك بعدين. هل في آثار تعذيب على جسمك؟ هتقول معلمين يعرفوا يضربوا ازاي من غير ما يتركوا اثر. حضرتك لو كنت حققت معايا الصبح كنت شفت اثار الضرب. ما هي مصلحه حسين توفيق انه اعترف عليك. والله البلد فيها منظمات سريه وعلانيه بتطحن في بعض، يمكن يكون في جهه لها مصلحه في انها توديني في ده. اكتب سين، انت اللي قتلت امين عثمان؟ لا. في ناس شافوه في مكان الحادث. ما حصلش. المسدس بتاعك؟ لا. العيار اللي انضرب كان من مسدسك. كل الدلائل ضدك. لا. انت اللي قتلت. لا. قول يا حسن. قول لمحمد ابراهيم كامل خليك مصر على موقفك وانكر على طول الخط. اتفضل معايا يا انور بيك. انا فين؟ حضرتك بتشتكي من معاملتنا السيئه، علشان كده النائب العام قرر ينقلك حته اصرف. فين؟ سجن هرميدان، حبس انفرادي يا عم، علشان محدش يزعجك. يا نهار اسود، زنزانة 54، انت عملت ايه؟ انت كمان حسني عملت ايه؟ طب خش يا اخويا، بقول لك خش. الله. خش. فين؟ حسين توفيق هرب. بعد الاطلاع على المواد السائله لذكرها، حكمت المحكمه غيابيا بمعاقبه المتهم الاول حسين توفيق احمد بالاشغال الشاقه لمده 10 سنوات، وحكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهمين محمود يحيى مراد ومحمود محمد الجهري وعمر حسين أبو علي والسيد عبد العزيز خميس بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة المتهمين محمد أنور السادات محمد إبراهيم كامل ورفض الدعوتين المدنيتين قبل المتهمين محمد أنور السادات ومحمد إبراهيم كامل. الحمد لله على السلامة يا أنور. الحمد لله على السلامة يا صديقي. مستنيني يا حسن. أمال جاي عند السجن أشم هوا. يلا العربية. أوعى تقول لي دي عربيتك. طبعا عربيتي، بس حصل شوية تغييرات أحكي لك عليها بعدين. أوعى تكون بقيت رأس مال يا حسن. لا بس بحاول. شوف انت تيجي معايا السويس هتقعد يومين تستجم وبعدين تقرر تشوف هتعمل ايه من غير اي مناقشه واعتراض، مفهوم؟ يلا بينا. انت مش جاي توصلني، ده انت جاي تعتقلني بقى. احسبها زي ما انت عايز. يلا.
طب هاجي معاك ازاي بس؟ طب يعني ما تقلقش، كل ده معمول حسابه. هننزل على وسط البلد نجيب رديتين وعسويس على طول. يلا تجربة الحبس الانفرادي في الزنزانة 54 تجربة مؤلمة يا حسن، بس على قد ما هي مؤلمة مفيدة، لأن الأول مرة أقعد لوحدي أفكر في اللي أنا بعمله. هل الوطن هيستفيد فعلا من اللي احنا بنعمله؟ وهنعرف نطلع الإنجليز لما نقتل واحد هنا وواحد هناك؟ وحتى لو طلعناهم هتتحل مشكلتنا؟ أبدا. النظام اللي احنا عايشينه أسوأ من الاحتلال نفسه. شوف يا أنور، أنا حسمت المسألة دي مع نفسي. الوطن اللي بدافع عنه النهارده هو بيتي، ودي مش خيانة ولا استسلام. الوطن هيستفيد إيه لما أروح في داهية؟ أنت كان بينك وبين حبل المشنقة سنتيمترات. سنتيمتر؟ أقل. طول ما أنا قاعد في الزنزانة حاسس الحبل حوالين الحبل. يلا. أنت عندك ضيوف في السويس يا حسن. ما تقلقش. مفيش الا حماتي ومرات عايده وبنت قريبتها اسمها جيهان. اهلا وسهلا. اهلا انور افندي، الحمد لله على السلامه. الف مبروك على البراءه. الله يبارك فيك. انور هيقعد معانا يومين. جيني ده باين لي حسن وصل. جين، عارفه مين اللي بره؟ مين؟ الفول ده ناقص كمون وسنه كمون. مين يا بيه؟ بقول لك يا سي حسن، احنا يا حبيبي مش محتاجين حد يهندس علينا. مين يا بيه؟ مين اللي جه؟ انور السادات. اسمعي يا حماتي، انا مهندس انشاءات، يعني خبير في خلطه الخرسانه المسلحه، مش عايزينك في خلطه الفل المسلح. انا جيهان. اهلا وسهلا. وانا انت انور السادات؟ بالظبط كده. انا قريت كل اللي اتنشر عنك في الجرايد والمجلات. يا بختك، انا بقى كان ممنوع عندي كل الجرايد والمجلات. أنا أسفة. لا لا لا، ده بقى اللي بيسموه سلام الفواكه. المانجا دي ألفونسا. ممكن امشي معاك شوية؟ ده شرف ليا. حتى لو كانت مامتي انجليزية؟ بس ابوكي مصري وبتنتمي لاعرق حضارة في التاريخ، ومن حقك وحقي نحس بالكبرياء اللي بيحرمنا منه الاستعمار. حتى لو طلعنا الانجليز هيستلمنا القصر ومجموعة احزاب غير جدك، مالهاش دعوة بالشعب المصري ابدا. البداية الحقيقية للحل هو تغيير النظام السياسي كله. ازاي؟ هو ده السؤال. تاخدي كراميلا؟ لا، معايا واحدة تانية. في سؤال تاني، ايه دور الفرد ودور الجماعة؟ انا اتبهدلت يا حسن، خسرت وظيفتي وطردت من خدمة في الجيش اللي هي اهم حاجة في حياتي، وخسرت بيتي وعندي 3 بنات، وصلت اهو، وصلت اني مش عارف اروح فين ولا اجي منين. روايه بالاناور. ايه، خلص كلام؟ طبعا خلص الكلام، لانك سايبانا اتكلم لوحدي بقالي جمعه. طب قولي حاجه، ان شاء الله كلمه. أحبك. ها؟
اقول لك كلمتين هتقول ايه؟ بحبك جدا، بحبك جدا يا قلبي، ولو عايزني ارضعك روح خد من بقى. معلش يا جين، ما قدرتش اجيب لك هديه لعيد ميلادك عشان عندي عذر طبي، انما ممكن اغني لك غنوه بجد. يا ريتني طير وانا طير حواليك، يا ريتني طير وانا طير حواليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، ما تخلي غيري، ما تخلي غيري قرب ليك، لكن يا ري لكن يا ري عمرها ما كانت بتاع. كمل يا عم. لا كفايه. البنت دي عنيده من يومها واكبر من سنها، انا عارفاها كويس، اما بيطلع في مخها حاجه هتعملها هتعملها. ابوها مش هيوافق وامها برضو مش هتوافق، وتبدا بقى المشاكل. ايه يا انور مالك؟ جهان، انا اكبر منك ب 14 سنه. لو شلنا من سنك الوقت الضايع في السجون والمعتقلات مش هتبقى اكبر مني بكتير. انا مراتي على ذمتي وعندي بنات. دي حاجه ترجع لك، انا شخصيا موافقه، هبقى ام ليهم واجيب لك عليهم كمان دسته. انا ما بشتغلش حاجه. هتشتغل، انا عارفه انك هتشتغل مع ابي حسن. انا ما حبتيش حاجه. هيبقى عندك يا انور، افهم بقى، انا بحبك. بقولك يا حسن. اسمعي حضرتك، خليني اتكلم بشكل عام، احنا محتاجين كدبه بيضاء. هنقول ان انور عنده اطيان وبيت في البلد وده بيدخل له قرات كويس. لا 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 لا، ارجوكم، انا مارست الكدب كتير في حياتي عشان انقذ رقبتي، لكن لا يمكن ابدا حياتي مع جهان بكدبه بيضاء ومن اي لون. انا لا املك شيء في الدنيا غير دراعي وعقلي بس. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. كل سنه وانتم طيبين، اتفضلوا. انور السادات دخل السجن ومعسكرات الاعتقال. اعمل ايه انا بقى لو اتجوزك وبعد يومين رجع السجن تاني وسابك لوحدك؟ لا، الاول لازم يسيب السياسه ويبعد عنها خالص. بوليتكس ايه يا رؤوف؟ ده بينه وبين جينز 15 years، ده راجل متجوز وعنده اطفال. ايوه مامي، بس انا بحبه. I'm so much in love with him. You love him? Okay. After one year, three years, what you going to do? الحب بيختفي، بيضيع، تفضل كل المشاكل. حلو قوي ده. يعني انت مش هتخليني اشوفه يا مامي؟ مش هتشوفيه. مامي انا مش ممكن هتجوز واحد انت ودادي مش موافقين عليه، بس في نفس الوقت مش هتجوز حد غير انور سادات. انت بتفكري بعقلك او بعواطفك؟ عقلي وعواطفي حاجه واحده. خلاص اعزميه يجي ياخد شاي معانا. بجد يا مامي؟ ده مش معناه ان انا موافقه. تعالي هنا. واضح انك ابتديتي توافقي. لا مستحيل، انا عايزه اواجهه، اكون ديمقراطيك. يس ديمقراطيك. ديمقراطيك. خروجك براءة مش ده يديك الحق في الرجوع للجيش؟ أنا بحاول بس سعادتك عارف إن أنا من المغضوب عليها. كم سكر؟ اتنين لوز. شوف في نظام زي اللي إحنا فيه ده الحكاية محتاجة الواسطة. حتى لو وافقت على الواسطة هلاقيها فين؟ ما فيهاش حاجة الواسطة، خصوصا إذا كنت صاحب حق. يا أنور أفندي. أموري. إيه رأيك في تشرشل؟ تشرشل، تشرشل راجل عظيم. ليه قلت كده؟ سياسي دافع عن بلده وهزم اقوى قوه عسكريه في العالم.
Good. بس هو بالنسبة لي كمصري مجرد حرامي. What? طبعا يا هانم اللي يسرق استقلال بلده وخيراتها يبقى حرام. أنت بتقول كلام مصريين متطرفين. فاناتكس يا أنور أفندي. والله يا هانم أنا بقول اللي أنا شايفه. ولا يعنيني إذا كان بيتفق أو يختلف معي حد. أنت مش يحب الإنجليزي يا أنور أفندي. إطلاقا. أنا ضد الإنجليزي لما يلبس عسكري ويمسك بندقية وينشب بيها عليا. لكن الشعب الإنجليزي ده حاجة تانية. الثقافة الإنجليزية والحضارة الإنجليزية على عيني وراسي. بتحب الثقافة الإنجليزية؟ طبعا. أنت قريت إنجليش ليتريتشر؟ من شكسبير ل برنارد شو. لكن صدقيني أنا ما حبيتش أكتر من تشارلز ديكنز. أنت بتحب ديكنز؟ يس تشارلز ديكنز. صدفة غريبة. زيك بالظبط. بس أنا مش ممكن أوافق على الجوازة دي. أنت أول حاجة لازم تطلع من البوليتكس ده خالص. أنا خايفة على جيهان. أواني. أوعدك. ربنا يستر ومحدش يشوفك بالبدلة دي. يحسن يبلغوا عنك ويقولوا إنك منتحل شخصية ظابط. ما تخافيش، ما حدش بيتقبض عليه ليلة فرحه عشان لابس بدل الظابط. بعدين يا جيهان انا ابن الجيش المصري وعمري ما هكون غير كده. حظك حلو، عروستك زي القمر. هو بيقول لك ايه يا عمر؟ كلمة بيقولها لكل العرايس. هنتعشى بره النهارده ها؟ طبعا، هو احنا عندنا جوه؟ نفسي اكل اكل بيت عشان اكشفك. مش هتكشفني. عليا الطلاق لو راحت عند امها ما هي راجعه تاني. يا عم طلقها، انا متجوز 3 مرات قبل كده. جوزه طلق، جوزه طلق. اصحى منك يا جدع، اصحى. انزل انزل. ايوه غيرو. ايوه اللي بعده غيرو. يلا يلا غيرو. ابو علي. ايوه يا انور. اطمن، هنسلم الشغل في ميعادنا. او النبي احسن، جاي لنا شغل كتير في كوم حماده وانا مش فاضيله. انت اللي هتتولاه. عايز فلوس يا حسن. امر. انا بقالي شهرين ثلاثه مش عارف راسي من رجلي. يا انور انت وصلك اكتر من حقك. وصلني بصفتي ايه؟ موظف عندك ولا شريك؟ احنا مش شركاء يا حسن. استنى لما نخلص شغل كوم حماده وبعدين نتفاهم. امسك 10 جنيه حطها في جيبك. امسك. لا بجيبك يا حسن، أنا معايا فلوس ومش هاجي معاكم حمادة لما نتحاسب على اللي فات.
عندكش فكره يا انور الكلام اللي بسمعه من الرجال اللي قاعدين على القهوه. الراجل منهم بيطلق مراته ويرميها في الشارع بالظبط بنفس الطريقه اللي بيرمي بيها عقب السيجاره، وبعدين يتجوز ويطلق ويتجوز ويطلق. هو ايه؟ مفيش قانون بيحمي الستات في البلد دي ولا الرجاله. مالك يا عمر؟ ده مرهق شويه. لا انت حزين جان. احنا هننزل مصر، مش هشتغل مع حسن عزر تاني، ادور على شغل وافكر ارجع دار الهلال تاني. ادي الايجار وادي فلوس البيت التاني و90 قرش كهربا وربع جنيه بواب. انور عندنا عجز جامد الشهر ده، محتاجين فوق المهية مش اقل من 260 قرش، هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا يا جيهان. كافي انور اقراهولي كان. لا والنبي والنبي عشان خاطري، مش هيكلفك غير قرش وساغ واحد بس. لو سمحت الكف ده انجليزي مصري، تعرف تقرا انجليزي؟ كف له لغه واحده. حضرتك هتبقي ست مهمة في مصر. مهمة يعني ايه؟ يعني هتبقي زي ملكة. شفت يا انور؟ يا راجل بقى بقرش ساغ تقوم تخليها ملكة؟ امال لو دفعت لك شيلين هتخليها ايه؟ ملكة على انجلترا بقى. بقول لك ايه؟ ممكن اشوف كف حضرتك اوضح. انا مستعد اخد تعريفة واشوفه لك. لا لا ما انا خلاص عرفت مستقبلي. اذا كانت هي هتبقى ملكة، طب انا ايه؟ خد اتفضل. اتفضل. شاكرين. شاكرين. لا يا كرسون مش قادرة يا انور. احنا لسه في الرابع. قولي لي بقى ازاي ناوي هتبقي ملكة؟ اول حاجة هركب اسانسور للعمارة دي. بعدين سيب العمارة. ليه؟ انا اقعد في قصر ملوكي بقى، قصر القبة، عابدين، الطهرة، اختاري. لا قصر المنيل عشان ابقى جنب مامي. مساء الخير يا انور افندي. اهلا وسهلا. في الملكة تقعد على السلم. مش قادرة يا انور. في حاجة يا انور؟ لا مفيش حاجة. في ايه؟ وريني. يا جهان وريني بس مين ده؟ ده يوسف رشاد، كان زميلي في منقبات، دلوقتي بقى من حاشية الملكية. حاشية الملكية؟ طب ما تكلمه فين؟ كلمه يرجعك الجيش. أنا شخصيا ما يسعدنيش ولا وافق إنك تكون ضابط في العسكرية المصرية. أنت مثال لعدم الضبط والرد، مثال للتسلل، مثال للفوضى. أنت يا فندم أنت ما تنفعش تكون ضابط بثلاثة ملايين. أنت إيه كده؟ اخلص. عاوز ترد تقول ايه؟ ها؟ يا ابراهيم باشا، الافندي ده يرجع الجيش النهارده وابعدوه عن القاهره، ودوا العريش رفح حطوه في اي مصيبه. اتفضل يا فندي. انصراف. متعرفش انا ممتن ليك قد ايه. الف مبروك يا اول ما توصل تتصل بيا. حاضر. وبعدين بمجرد ما تستقر كلمني وانا هجي لك في نفس اليوم. مش عايز اقعد عند ماما كتير. حاضر. وكمان مش عايز اقعد لوحدي. طيب هاي انور. خلاص يا جهان.
سامعين عن نشاطك مع الفدائيين في العريش. انت تقدم فورا طلب للحصول على الترقيات اللي فاتتك. السجون ضيعت عليك الترقيه يا عمرو. تفتكر هيوافقوا؟ قدم انت بس وما تنساش ان احنا عندنا ناسنا جوه اللجنه. بعد كنت عاوز اكلمك شويه عن التنظيم بتاعنا الضباط الاحرار. التنظيمات القديمه كلها كانت عاطفيه وانفعاليه زي ما انت عارف. هم كانوا بيعملوا حاجات جريئه صحيح بس بشكل فردي، ما تاثرش تماما في الشكل السياسي. والله يا حكيم ده اللي كان متاح في الفتره دي. ده صحيح. احنا بقى شغالين على مهلنا وبدون انفعال وبنستكمل الشبكه بتاعتنا. اهم شيء عندنا دقه التنظيم والسلام. وعايزينك معانا ان شاء الله يا انور، احنا محتاجينك. بالتاكيد معانا. اسمحوا لي اقدم لكم الاسباشي محمد انور السادات. طبعا كلكم سمعتم عن وقفه وتاريخه في العمل الوطني، وبطلب من حضراتكم الموافقه على ضمه للهيئه التاسيسيه للضباط الاحرار. اتفضل يا انور. انا افهم ان اعضاء الهيئه هم بس الاعضاء اللي اسسوها، حضرتك ما ضمنتوش من الاول ليه؟ لانه كان بره الخدمه والا كنت رشحته اول واحد. انا شخصيا برحب بوجوده هنا معانا، والراي في النهايه طبعا لحضراتكم. ناخد الاصوات. موافقون. السؤال دلوقتي ما بقاش الملك قاعد ولا لا، السؤال دلوقتي امتى هيمشي. تفتكر هو اللي حرقها؟ احتمال كبير جدا. عايز يلم اعدائه وخصومه ويدخلهم السجن ويوقع الحكومه، فما كانش فيه قدامه غير عود كبريت عشان يحرق البلد. طب وايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الحريقه هتمسك في العرش. انور خلي بالك، انت ابتديت تتكلم في السياسه. من النهارده البلد كلها هتتكلم في السياسه، محدش عارف امتى هتسكت. قول يا انور، ما جاتلكش منشورات من النوع ده قبل كده؟ لا. يعني ما عندكش اي فكره مين اعضاء التنظيم ده؟ والله انا مش قادر اصدق ان في ضباط في الجيش ما عندهمش ولاء لصاحب الجلاله مليك البلاد. كل مصادرنا بتؤكد ان فعلا في تنظيم في الجيش اسمه الضباط الاحرار. ده اكيد. ايوه اكيد. واكيد كمان ان هم هيحاولوا الاتصال بيك. لا ما اعتقدش، لان كل الضباط عارفين دلوقتي ان انا ماشي جنب الهيئه. في الحقيقه مولانا منزعج جدا من اللي حصل ده. طب منزعج ليه؟ دول واضح انهم شويه مثقفين نظريين او الكتاب. هو في حد عاوز يعمل حاجه يقوم يشغل نفسه بكتابه منشورات؟ اللي عاوز يعمل حاجه بيعملها في سكات. القصر متاكد ان في تنظيم فعلا، مش مجرد جماعة بتكتب منشورات وخلاص، بس ما عندوش أي معلومات عنه ولا عن تشكيلاته ولا عن فعاليته. أنا شايف إن الموقف كده لازم يخلينا نتحرك بسرعة. وكمان عندنا فرصة ممتازة في انتخابات مجلس إدارة نادي الضباط. كل الضباط اللي لهم صلة بالقصر لازم يسقطوا. ودي فرصة بقى نختبر فيها قوة الضباط الأحرار. ده حد سافر للقصر وللحكومة؟ ولابد إن يترد عليه بتحدي أكبر منه. انت مش شايف ان ايدين الاولاد اللي مسميين نفسهم الضباط الاحرار في كده؟ الغى نتيجه الانتخاب. فندم خلاص احنا داخلين على الخطر يا ابو حكيم. الملك فقد اعصابه وهيغير الوزاره، وفي كلام انه هيجيب حسين سري عامر وزير حربيه. ده اللي ممكن يخلص علينا كلنا. لازم نتحرك بسرعه. الليله دي هنحدد ساعه الصفر ونبعت تجيب السادات. أنور خير؟ رجعت ليه؟ نزلت مأمورية سريعة فما لحقتش اتصل بيكي. مأمورية ايه؟ فجأة اكتشفت انك وحشتيني فقررت اجي اقول لك انك وحشتيني. وما قلتليش في التليفون ليه؟ اقول لك انك وحشتيني في التليفون، التليفونات كلها متراقبة. شوف يا ستي، حضرتك الليلة دي
معزوم على العشاء وعلى ايس كريم وعلى سينما. اه وبعدين يطب علينا عبد الناصر وعبد الحكيم وتلغي كل حاجه. مش هيحصل. لن يحدث. يا انا ايه يا استاذ اللي انت بتعمله ده؟ انا عايز اشوف. خلي عندك دم، خلي عندك دم. الله 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 الله. مساء الخير. حضرتك طالع لحضرة ضابط السادات؟ ايوه. خرج هو والست بتاعته. طيب. خد اديله الورقة دي بمجرد ما يجي. اوعى تنسى بمجرد ما يجي. حاضر يا فندم. سلم نفسك عسكري. خد اطلع. في ايه؟ انت مين؟ انا البيك باشا يوسف صدي يا فندم. الشيوعي. انت واحد اللي انت بتعمله يا الضابط؟ اه يا فندم. اقف انتباه وانت بتكلمني. تمام يا فندم، بس حضراتكم مقبول عليكم جميعا. انور افندي، واحد جالك مرتين وساب لك الورقه. في ايه يا انور؟ يا انور بتعمل ايه باللبس العسكري دلوقتي؟ بتعمل ايه انت وعبد الناصر وعبد الحكيم؟ يا انور انت مش وعدت بابا انك متعرفش بالسياسه تاني؟ وبعدت عنها بس هي ما بعدتش عني. انا اسف، في حاجه جوايا اقوى مني، هي اللي بتحركني، هي اللي بتدفعني، هي اللي بتمشيني. هتوديها على فين الله اعلم. انت ايه مش قادر تعيش بعيد عن الخطر ابدا؟ أنا البكباشي محمد أنور السادات. كلمة السر. إنها لأي حد من الضباط المسؤولين اللي فيه. ممنوع يا فندم. في حاجة ممنوع يا فندم. ده عبد الحكيم. أنا أنور السادات يا حكيم. سيبه يا حسين. تعال يا عمرو تعال. طيب الو مين يا فندم؟ لا يا فندم. حاضر. وزير الحربية طالب الضبط في النبطش. دقيقة واحدة يا فندم هوصله بسعادتك. الو ايوه يا فندم. رصاص؟ لا يا فندم ما سمعناش صوت رصاص ولا حاجة. مدرعات كمان؟ لا يا فندم لا ما شفناش شيء غير عادي. لا كل شيء هادي يا فندم. طيب يا فندم. طيب يا
كويس. مين حيزيع اصلا؟ البيك باشا انور السادات. العربي بتاعه كويس وصوته كويس في الميكروفون. عليكم السلام ورحمه الله. بسم الله نبدا الاجتماع. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لهذه العوامل تأثيرا كبيرا على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمره جاهل أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا داخل الجيش، وتولى أمرنا رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم. ولا بد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. عاشت مصر. يا محاكمة يا جمال. مش محاكمة، أسئلة هترد عليها توضح بعض الحاجات وأنا معاك. تفضل. هل كنت عضو في الحرس الحديد الملكي؟ والعلاقة عملتها مع أي جهة كانت بموافقة الضباط الأحرار؟ كنت بتاخد مرتب من الحرس الحديدي؟ أنا كنت عين الضباط الأحرار على القصر مش العكس. إيه طبيعة علاقتك بيوسف رشاد؟ معرفة قديمة. معرفة قديمة بطبيب الملك الخاص وأحد المقربين جدا منه. دكتور يوسف رشاد ضابط في الجيش وأنا كمان، كلنا ضباط في الجيش. أخذت أي مبالغ نقدية؟ عيب. عيب يا عم محسن، ما صحش تسألني سؤال زي ده. أسألك تجاوب. خدت ولا ما خدتش؟ الراجل أجاب. في ليلة 22 يوليو كنت مطلع على موعد قيام الثورة، ومع ذلك تقاعست عن المشاركة، صح؟ أنا عمري ما تقاعست عن أي عمل وطني، وتاريخي معروف، وبطلب شهادة مجلس قيادة الثورة. رحت السينما ليه؟ بحبها يا أخي. أنتوا بلغتوني إن الحركة هتبدأ من 22 يوليو ل 5 أغسطس. إيه اللي عرفني إنها في الليلة دي بالتحديد؟ أنا عرفت لما جمال جالي البيت وساب لي ورقة، وأول ما عرفت جريت على القيادة وأديت دوري. يا جماعة عيب مش كده. أنا لما انظلمت من الأصل الملكي من القيادة ما حسيتش بالظلم، حسيت بيه دلوقتي لأنكم أقرب الناس ليا، أنتم أهلي وتاريخي كله. ما تكبرش الموضوع يا أنور، الحكاية كلها مجرد استكمال إجراءات، وده حصل مع أغلب أعضاء مجلس قيادة الثورة. هم سألوا وأنت جاوبت. خلاص يا سيدي براء. دي البراءة الوحيدة في حياتي اللي ما فرحتش بيها يا جمال. يعني حاجات هايفه زي دي تضايقك؟ انا مش مطمن يا جمال، اعصابي بدات تتعب من الصراعات اللي داخل مجلس قياده الثوره. ولا يهمك يا نور، الصراعات دي هحسمها في الوقت المناسب. ايه
صباح الخير. صباح الخير. هي القضية كده بوضوح، يا إما نعمل ديمقراطية كاملة وحرية سياسية بجد، وإما إن مجلس الثورة يستقل. ديمقراطية إيه؟ يعني نسيب البلد تاني للقاء هو؟ نسيبها للشعب يحكم. الشعب مش هيحكم يا جمال، إنما الأحزاب اللي بعت نفسها للملك والإنجليز فوصلت للمستوى اللي إحنا شايفينه دلوقتي. فكرة الديمقراطية سبق أوانها. يا جماعة إحنا قدامنا طريقين. الديمقراطية دي معروفة. الحاجة التانية اللي أشار عليها السيد جمال الدين الأفغاني لما اتكلم عن المستبد المستنير. احنا بقى عايزين السيطرة المستنيرة لما نحقق للشعب اللي احنا عايزينه. مرحبا بالديمقراطية. انت تعطي فزلك علينا تاخد الجلسة لحسابك. يا جماعة انا شايف ان مفيش اي تعارض ما بين الثورة والديمقراطية. يا خالد اما اننا نمارس الثورة بنفسنا وانا مش ميال للشكل ده، يا اما نفتح بقى كل اشكال الديمقراطية. الديمقراطية بالشكل ده ليها مخاطرها. محمد نجيب هو مصدر الاشاعات دي كلها. يختلف معانا في كل قرار. كل اللي يهمه يضمن. لا مؤاخذه يا جماعه. ده توكيل مني للبيج باش جمال عبد الناصر في اي موضوع يطرح على مجلس قاده الثوره. مؤاخذه يا جمال. لازم نحسب مخاطر الديمقراطيه. ايه رحت فين؟ ابدا معاك. لا انت مش معي. خير؟ حصل حاجه؟ تحب تعيش في لبنان؟ لبنان دي بلد هادي وجميل قوي. بعد اللي وصلت له انت وزمايلك في الحكم وطردكوا للملك بتقول انك تعبان؟ مش هو ده اللي انت كنت بتحلم بيه انور طول عمرك؟ زمان قوي قوي كنت قريت كلمه كده ما فهمتهاش بس فهمتها دلوقتي. جمله ايه؟ لما تحلم ما تحلمش قوي، احلم بحذر عشان يمكن احلامك تتحقق فعلا. وفعلا احلامي اتحققت، ففوجئت باشياء مفزعه. بعض الزملاء اللي طلعوا ليله 23 يوليو شايلين راسهم على كفهم فوجئت بيهم بعد ما وصلنا للسلطه بيمدوا ايديهم ياخدوا كل اللي طلبوه. مش كده وبس، تفرغوا بقى للدس وللوقيعه والصراعات الصغيره. انتم يا ابناء الاسكندريه، يا من كافحتم في الماضي، ويا من كافح آباؤكم، ويا من استشهد إخوان لكم في الماضي، احتفل معكم اليوم بعيد الحرية، بعيد العزة، وبعيد الكرامة. فليبقى كل في مكانه أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه. حياتي فداء لكم. اطلع على مبنى القيادة حالا. معقولة اللي بيحصل ده؟ أولا تخص المحكمة التي تعتبر خيانة الوطن أو ضد سلامته في الداخل والخارج،
وكذلك الافعال التي تعتبر موجهه ضد نظام الحكم الحاضر او ضد الاسس التي قامت عليها الثوره. ثانيا، يعاقب على الافعال التي تعرض على المحكمه بعقوبه الاعدام او الاشغال الشاقه المؤبده او المؤقته او بالسجن او بالحبس المده التي تقدرها المحكمه. هيقتلوك يا انور، هيقتلوك. طب اهدي بس وامسح المايك وفهميني ايه اللي حصل. طول النهار حد يتكلم في التليفون ويسال عليك ويقول انه هيقتلك. هو في حد عاوز يقتل حد يوم يكلمه في التليفون يحذره؟ مش تعالي بقى. انا خايفه يا انور، لازم نعمل اي حاجه عشان نحميك. شوف يا جيهان، انا عايز اقول لك على حاجه. لما هتيجي نهايتي محدش هيقدر يأجلها ولا يقدمها ولا يأخرها. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لما يجي الأجل محدش هيرده. والأمر بيد الله. أنت متأكدة إنك عايزة تتعلمي ضرب النار يا جيهان؟ أيوة يا أنا. والطيب أحسن. لا. طيب ثبت ايدك كده وغمض عينك الشمال والماسورة على الهدف. ف... مش عارفة اتعلم. طب انت عايزة تضربي نار ليه؟ عشان ادافع عنك يا انور. طيب انا هقولك على حاجة اسهل. لما حد يهاجمني صوتي. بتهيألي كده اسهل. لا يا انور بقى، انا مش بهزر. طب ثبت ايدك قوي. أجمل خبر ممكن أنشره بريد أتولى مسؤوليته. اليوم عيد الاستقلال والجمهورية. جمال عبد الناصر يرفع علم مصر على أرض القناة. جلاء القوات البريطانية عن مصر. إيه يا عم حسن؟ أنت بتعيط؟ عزينا طول عمره إحنا بالاستقلال. أهو بيحضر اللحظة العظيمة دي. مبروك يا عم حسن. باسم الأمة. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية. عبد الناصر دخل التاريخ من أوسع أبوابه. بس أنا خايف من العواقب. مش فاهم. الغرب ما يقدرش يفيد القناة. وإحنا ما عندناش استعداد ندخل الحرب. يعني هتقوم حرب؟ ربنا يستر. الطفل في خيمة الأكسجين. ما تقولش الأخبار السيئة دي. أنا
فيك. شفته؟ بس بنتنا احلى منه كتير. هتسميه ايه؟ هنسميه صفوت على اسمه. مش انت قلت كده؟ لا، الكلام ده كان قبل الحرب. دلوقتي هنسميه جمال، على اسم جمال عبد الناصر. ايه رايك؟ واحد بيعمل كل الحاجات دي بثقة، تفتكر انه عامل معاهدة دفاع مع روسيا؟ يمكن، ويمكن كمان يكون محضر مفاجأة احنا ما نعرفهاش. سمعت الانفجارات يا انور؟ سمعت. ايه هي الحرب قامت ولا ايه؟ يظهر كده. اروح اجيب الاولاد من النادي؟ سيبيهم، مفيش عليهم اي خوف. خلي الجيش يدي اسرائيل درس ما يسوقش. 5 يونيو 67 يوم تاريخ يا جهاد. جاءنا الآن البيان الثاني، تمكنت دفاعاتنا الأرضية من إسقاط طائرتين إسرائيليتين من طراز ميراج، وبذلك بلغ عدد الطائرات التي أسقطت 90 طائرة. سمعت يا أنور؟ وقعنا 90 طيارة لغاية دلوقتي. وهم وقعوا كام؟ الخسائر عادة بتبقى حوالي 20%، معنى كده إنهم هاجموا 500 طيارة، وقع منهم 90، يبقى 400 عملوا ايه؟ يعني احنا هنكذب على الناس ليه؟ الحكومات عادة بتكذب لما بتبقى في كارثة. يعني احنا؟ ايوه يا جيهان، احنا، وده اللي بتقوله كل الاذاعات الاجنبية والجرايد الاجنبية. بتقول كل الطيارات انضربت على الارض. وخطتك ايه دلوقتي؟ الانسحاب. مش ممكن اسيب الولاد يتدمروا. وايه هي خطه الانسحاب؟ قلت لهم ينسحبوا. هي دي خطه الانسحاب؟ دول هيتراجعوا في فوضى مدمره. وانت مالك؟ ازاي تخرج وتتدخل في شغلي؟ واقول لكم بصدق وبرغم اي عوامل، قد اكون بنيت عليها موقفي في الازمه، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قراراً أريدكم جميعاً أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماماً ونهائياً عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. انت مهملة بيتك وولادك ليه؟ مصر كلها في الشارع. ولادك ليهم عليك الحق وجوزك كمان. البلد في حرب والرئيس طرح. بيتك أهم من البلد. اهتم بولادك وجوزك. بعدين يا ولاد. بس ماما سكت الولاد. مالك؟ أنور، مالك يا أنور؟ في إيه؟ طلعنا في النص. ابقى فأنت الأمل الباقي لغد الشعب، أنت الخير وأنت النور، أنت الصبر على المقدور. هذا نص خطاب الرئيس جمال عبد الناصر إلى رئيس مجلس الأمة. لقد كنت أتمنى لو ساعدتني الأمة على تنفيذ القرار الذي اتخذته بأن أتنحى. إن الكلمات تضيع مني وسط زحام من المشاعر، تملك علي كل جوارحي، وأقول لكم
بكل أمانة وأرجوكم بكل أمانة تبليغ مجلس الأمة الموقر أنني مقتنع بالأسباب التي بنيت عليها قراري، وفي نفس الوقت فإن صوت جماهير شعبنا بالنسبة لي أمر لا يرد، ولذا فقد استقر رأيي على أن أبقى في مكاني الذي يريده الشعب مني. جمال عبد الناصر. أيوة يا ريس، خير؟ أمر. جمال، أنت معايا؟ أيوة. سكت ليه؟ في حاجة يا جمال؟ عبد الحكيم مات. انتحر ولسه مبلغيني حالا. لا حول ولا قوة إلا بالله. على العموم أنا لو كنت مكانه في 5 يونيو كنت عملت نفس اللي عمله ده يا جمال. البيه في حياتك. عايزك تفوت عليا. طيب هفوت عليك. مع السلامة. الله يرحمك يا عبد الحكيم. الله يرحمك. اتأخرت ليه؟ كان في تعديل وزاري. هو اتعمل؟ هينزل بكرة في الجريدة. وطبعا طبعا ايه؟ لا ولا حاجة. أنا عارف أنت عايز تقول إيه، إن أنا مش في الوزارة. أنا عمري ما قلت كده. أنت عارفة يا جيهان أنا عايز إيه؟ أنا نفسي أرجع الجيش وأشارك في الحرب، حرب الاستنزاف. دي أشرف وأنبل حرب. أنا بحمد ربنا إن أنا بعيد عن الصراعات، لان انا ما احبش اخش الصراعات الا بشروط. بتبقى قائد الجيش. لا انا مسافر مؤتمر القمه في المغرب، زي ما انت شايف يا انور المخاطر بقت كتير، محدش ضامن عمره، عشان كده عايزك تيجي تحلف يمين نائب رئيس الجمهوريه. أنا في أي مكان تأمر أكون موجود فيه، بس يا ريس أنا مش متصور نفسي أكون نائب بالصورة دي. أنا ممكن أكون مستشار، أي وظيفة تانية. بكرة تحلف اليمين، ده تكليف. بس مش عشان المخاطر ربنا اديك طول العمر، بس عشان دي رغبتك. ده تفريغ للشرايط يا فندم. شرايط ايه؟ ده تسجيل المكالمات التليفونيه لبعض الاشخاص اللي محطوطين تحت المراقبه يا فندم. مين الناس دول اللي محطوطين تحت المراقبه؟ اصل جرت العاده يا فندم على ان يعني ساعات سعادتك هتلاقي فيهم مكالمات ظريفه جدا يا فندم. مسليه يعني؟ حضرتك شايفني فاضي فعايز تسليني. حافظ. فندم. حضر لي قرار جمهوري بالغاء كل أنواع المراقبات اللي على التليفونات إلا بالإذن من القضاء. حاضر. حضراتكم بقى شغالين آلاف من البشر عشان الحكاية دي. عايزين تسمعوا فلان قال إيه لفلان، وفلان قال إيه لفلانة. كل الشرايط والملفات اللي من النوع ده هولع فيها بنفسي. مصر داخلة على عصر الحرية يا سيد سامي. وهتفتح كل نوافذها على العالم الحر. لأن مصر حرة والمصريين أحرار. شيل يا سامي. ده كلام فارغ. دي مبادرة استسلام. دي تقريبا نفس مبادرة ديان. يعني إسرائيل عايزة مبادرة إسرائيلية عشان توافق عليها. قال نفتح القناة الآن. ابقى قابلني لو طلعت واحد من شرم الشيخ. وريني. المهم يا جماعة إن الأمور تتحرك بدل ما هي متجمدة كده. ثم ان جمال قبل مبادره روجرز لانها مشروع امريكي وتحت العلم الامريكي، وبالتالي فتبقى ملزمه لامريكا اكثر ما تبقى ملزمه لينا. ابعد استعداد ان نقبل مبادره ديان لان هي نفسها مبادره روجرز، وبالتالي تبقى ملزمه لديان والامريكي. هو
والكلام ده بقى عاوز تقوله في خطاب امام مجلس الامه والعالم كله قبل احنا ما نوافق عليه. شغل امريكاني يا سيدي. وبعدين يا علي، احنا قلنا المبادره دي هتخلي اسرائيل تنسحب من خط المياه بعد ما بنت خط بالريف، مش كده يا سياده الفريق؟ يعني هنضمن نحط رجلينا في الضفه التانيه. يا اخي انا لو قدرت احط 12 راجل لابسين الزي الرسمي من مصر ان شاء الله حتى عمال فنادق، بيتهيألي ابقى كسبت كتير. الكلام ده لو قلته هتعمل صدمه كبيره للناس ومش هنضمن رد فعل الشارع. ده بقى نصيحه ولا نبوءه ولا تحذير؟ لا ده رايي مستند لخبره بالجماهير. اتفضل يا ريس، ده خطاب سيادتك بعد التعديلات. كل اصحابنا بيسالوني ليه الرئيس ساب السلطه في ايد الجماعه دول وسمح لهم انهم يقنعوا الشعب ان هم اللي بيحكموا البلد وانك مجرد رئيس رمزي زي ملكه انجلترا. امال بقى لو كنت شفتيهم النهارده هم نازلين شرط يشيلوا دي ويحطوا دي انهم ياخدوا رايي في حاجه ابدا. جا حضري لي الشنطه. انت مسافر؟ رايح موسكو. لو ادوني سلاح هيبقى موقف علي صبري ضعيف، ما ادونيش هيبقى موقفي زي الزفت. ما تقولش كده. مش عاوز حد ياخد خبر بالسفريه دي الا لما اسافر. ليه يا أمر؟ من غير اسئله. حاضر. يعني ايه مبادرة جديدة؟ نقلب حضرتك؟ اهدى يا صبري. يعني اقرا الجورنال زي اي حد في الشارع وتقول لي اهدى؟ ثم مين شرع عليه بكده؟ مين بيحكم البلد يا شعراوي؟ احنا كلنا يا اما معارضين يا اما مش عارفين من اصله. بدا يلعب دور الرئيس. مش قدها. احنا لازم نجمع اللجنة المركزية بمجرد ما يرجع من السفر. لازم نحط نهاية للعك اللي بيعكه ده. حسين شفت الاباجورات كلها؟ شغاله يا فندم. عارفه يا جين، انا نفسي اعمل في مصر الشرقيه زي بتاعت النمسا. فاكره الفراخ النمساوي اللي كناها في ضواحي فيينا؟ كانت الفراخ قد كده، اكبر فراخ في العالم. الو، اهلا، ازيك يا هيكل؟ فاتك تشوفني وانا بحط صورتهم قدامهم بصراحه. انا شفت ازاي كانوا بيغزوا جمال الله يرحمه فرسوه لحد ما جابوا اجله. يا هيكل، خمس ساعات مفيش قدام غير الردح. ما هو ازاي يدوني طيارات بس تفضل عندهم؟ ولما انضرب يشغلوها من هناك؟ ما انا رئيس ازاي؟ رئيس ايه ده لما ينضرب ما يردش ويروح يستأذنهم؟ انا فهمتهم انهم بكده بيحطوني ورا اسرائيل بخطوتين. هي امريكا لما ادت الفانتوم لاسرائيل كانت بتستأذنها تضرب ولا ما تضربش؟ دي قلة أدب.
لا ما انا ما سكتش. على العموم انا طلعت بحاجات مش بطاله يا محمد. انا مش بتكلم على دبابه ولا طياره، انا بتكلم على اتفاق ملزم للطرفين، اتفاق سياسي. ايه؟ الخطاب؟ لا انا الخطاب هقوله في التلفزيون، مش رايح اي اجهزه. دول ولاد. نهايته يا محمد نهايته، انا هروح التلفزيون اقول الخطاب بتاعي للامه كلها. اي التلفزيون يا محمد. هو فاكر نفسه ايه؟ رئيس بجد؟ ما يعرفش انه ريشه بنفخه واحده مطيره؟ يا جماعه سيرات مش سهل، وممكن يبيعنا كلنا للامريكان. اولا هو ما يقدرش يعمل حاجه لوحده من غيرنا، مهما حاول يفلت ويعمل فيها رئيس جمهوريه بصحيح. احنا ممكن نحاصره في سنه، الجيش تحت ايدينا وكمان الاعلام واللجنه المركزيه. انا حذرتكم. يعني ايه هنقبض عليه؟ ما هو لازم الاول نضيق عليه الخناق ونبعده عن اي سلطه حقيقيه. اقدر اقول ان حسين الشافعي خرج من دايره الصراع بعد ما كان متمسك بحقه في الرئاسه، لانه اكبر اعضاء مجلس الثوره اللي فضلوا في السلطه. الخوف من صبري مش بالشافعي، على اساس انه له خبرته بالخطط والمهام كمدير لمكتب عبد الناصر فتره، ورئيس سابق للوزاره، ثم هو دلوقتي امين عام للاتحاد الاشتراكي. هم بيخوفوني بالاتحاد الاشتراكي؟ جه الوقت بقى ان البالونه المنفوخه دي تفرقع منهم. بالاضافه ان معاه مفاتيح القوه في البلد، فوزي ماسك الجيش، شعراوي الداخلية وأمين التنظيم الطليعي، وسامي شرف. سامي شرف وزير شؤون الرئاسة والمشرف على الحرس الجمهوري. أنا حاسس إنهم بيكتفوا إيديا ورجليا، لكن في النهاية الشرعية في صفنا. طب والجيش يا محمد؟ ما أعتقدش إن الجيش ممكن يتدخل في أي صراع داخلي، وبعدين أنا عارف موقف الفريق صادق، والفريق صادق من رأيه كمان إن أي عمل عسكري في الوقت الراهن هيؤدي الكارثة أسوأ من 67. يعني هو متفق معاك في الرأي، وبعدين ده رئيس الأركان، يعني مفيش دبابة ولا كمان عسكري يتحرك إلا بأمره. والليسي؟ الليسي ده قائد الحرس الجمهوري، وسيادتك لازم تتكلم معاه، بس لازم الموضوع يخرج من نطاق صراع السلطة إلى نطاق صراع الديمقراطية. يعني بالظبط ان الناس دول ضد الديمقراطيه اللي الريس عايز يزرعها في البلد. شوف يا ليسي، انا ببلغك رسميا ان انا الغيت التعليمات السابقه ان الحرس ما يتحركش الا بامر مني او من سامي شرف. التعليمات الجديده الامر مني انا بس، مفهوم؟ بس يا فندم انا كل ارجو من سيادتك انك تبذل كل جهدك ان الامور ما توصلش لدرجه الصدام بينك وبين الجماعه. طب وإذا؟ يا فندم انا كجندي ملتزم هقوم بواجب مع السلطه الشرعيه والدستور لرئيس الجمهوريه. انا مش فاهمه انت مستني ايه؟ لما يسجنوك او يقتلوك هم معاهم كل حاجه ومتسلحين بكل حاجه، القوات المسلحه، الداخليه، المخابرات، وتحت ايديهم التنظيم السياسي الوحيد اللي في البلد. انت معاك ايه يا عمر؟ الشرعية، ودي الحاجة الوحيدة اللي موقفاهم عند حدهم. اهدي يا جيان. استمع فيه إلى جمال عبد الناصر، أدعوكم أن نقف دقيقة تحية لذكراه.
احنا مستمرين في طريقنا بعد عبد الناصر زي ما اتفقنا وزي ما الشعب قرر. اريد ان اتحدث بكل وضوح عن تحديد مسؤولية القيادة وفي تحديد القرار السياسي. لقد قال جمال ومن ورائه أردد أيضا إن الشعب هو المعلم، هو القائد، هو الخالد أبدا. إن الشعب هو صاحب هذا البلد وهو الذي سيخوض مع قواته المسلحة معركة حياة بكل مسؤولياتها وما تفرضه من تضحيات. وأحمد الله إنني أرى أنا ورفاقي وكل جيلي إن حلم عبد الناصر يتحقق، إن عبد الناصر لم يمت، إن عبد الناصر لم يمت وكلنا عبد الناصر. أقولها بكل صدق إن عبد الناصر لم يمت. هناك على أرض مصر 40 مليون جمال عبد الناصر. ليس من حق أي فرد أو جماعة، ليس من حق أي فرد أو جماعة مهما كان هذا الفرد أو هذه الجماعة أن تزعم لنفسها قدرة منفصلة أو موقعاً تستطيع أن تفرض من خلاله رأيها على جموع الشعب وتحاول من خلالها أن تشكل مراكزاً للقوى تفرض منها وصايتها على هذا الشعب. فهناك مراكز قوى تريد أن ترث عبد الناصر، والحقيقة أن ورثة عبد الناصر هم الذين عاش ومات من أجلهم، هم شعب مصر، هم الفلاحين والعمال. إنني لن أسمح لأي مركز قوة أن يفرض على الناس وصايته. إنني لن أسمح لأي مركز قوة أن يفرض على الناس وصايته. لقد أسقط هذا الشعب مع جمال كل مراكز القوة ليبقى الشعب وحده سيد مصيره. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قررت أقيل علي صبري. في ناس هتقول لكم موسكو وتقول لكم إن ده قرار معادي للاتحاد السوفيتي وإن ده قرار ضدكم وضد مصالحكم. مش عايزكم تصدقوا الناس دول. وإذا كان لكم صديق عايزكم تقولوا لصديق بريجنيف، صديق بريجنيف، إذا كان لكم صديق في مصر فهو أنور السادات. أنور السادات. هو أقلني النهاردة، بعد كده هيتفرغ لكم ويضرب التخين فيكوا على دماغه وانتوا ساكتين. انتوا مش عاوزين تتحركوا ومش عارفين تتحركوا. انت مهدى بس الموقف لسه في حاجة لدرجة الأبعاد. اللي هتترتب على التحرك هتعملوا ايه ولا مش ناويين تعملوا؟ ان شاء الله هنعمل كل خير. امتى؟ لما يروح يزور مشروع الاستصلاح. هتبقى آخر زيارة ان شاء الله. طب افرض راح التلفزيون من هناك واجه خطاب للشعب، ده ممكن يقلب علينا الدنيا ويحرك الشارع ضدنا. لو راح مش هيوصل للاستوديوهات اصلا. الضمن في ترتيبات للاحتمال ده. الحرس هيمنعوه من الدخول وهنقبض عليه في الحال. رئيس الدوله يتمنع من دخول التلفزيون؟ دي مؤامره. طب لي هيك. بلاش يا فندم، اكيد التليفون متراقب. واكيد تليفونه كمان متراقب. خلينوها تروح تنده الهيكل. حضر لي قرار باقاله وزير الداخليه. حاضر. ايوه ليش فندم. انا معرض لخطر اكيد يا ليسي. في معلومات ان في مؤامره علي. مؤامره؟ ايوه. لما ناس تتفق مع بعض انها تمنع دخول رئيس الجمهوريه
التلفزيون تبقى مؤامرة. المطلوب كل أطراف المؤامرة تتقدم للقضاء. طبعا يا سيادة الرئيس لابد من القبض عليهم فورا. بس المشكلة إنهم وزراء مسؤولين كبار. أنت جنبي؟ دي عاوزة سؤال يا سيادة الرئيس. دي مسؤوليتي ووظيفتي. أنا متأكد من كده. الأسماء كلها مع فوزي. انتظر مني إشارة التحرك. أمرك يا فندم. آسف للإزعاج يا فندم. بس مش عارف ليه قطعوا الإرسال في الراديو وبيذيعوا أغاني وطنية. ايه يا سام؟ ايه ده؟ يا فندم دي استقالة جماعية من رئيس مجلس الشعب، وزير الدفاع والإعلام، وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وعدد من اللجنة المركزية، واللجنة التنفيذية العليا. أنا آسف جدا يا فندم، الاستقالة هتتزاع دلوقتي في التلفزيون. دول عايزين يخلقوا أزمة دستورية. ايه اشرف ما بلغتنيش من بدري؟ منعوني اخرج من مكتبي. كما تقدم السيد وزير الدفاع باستقالته، كما قدم السيد وزير الاعلام استقالته، كما تقدم عدد كبير من اعضاء اللجنه المركزيه واللجنه التنفيذيه العليا للاتحاد الاشتراكي استقالتهم، وقد تم رفع هذه الاستقالات جميعا للسيد رئيس الجمهوريه. وبصفه رئيس الجمهوريه باعلن قبول استقالتكم جميعا. يا ده انا كنت في مشكله كبيره قوي، بس هم حلوها لي. حضراتكم عاوزين يعملوا فراغ دستوري في الحكم على امل ان الشارع هيتحرك معاه. اخويا حافظ يا ليزي. افندم ممكن تتحرك دلوقتي؟ تمام يا افندم. دول كمان لازم يتحكموا بتهمه الغباء السياسي. دول لو كانوا اعلنوا استقالتي انا وهم قاعدين في مكاتبهم يمكن كانت النتيجه اتغيرت. بس خلاص، هم استقالوا ودي حقهم، وانا قبلت بالاستقاله ودي حقي. هنشوف الشارع هيقف مع مين. ابعاد مراكز القوة عن السلطة مش معناه ان كل شيء خلص. ازاي يا ريس؟ ما كلهم مشوا بالسلام. الريس يقصد مظاهرات الجامعة. لا يا عثمان، دي جعجعة فاضية اتحجمت خلاص. مش جعجعة يا مرعي، دول شباب متحمسين، وفي ناس استغلت حماسهم يا ريس، واحنا كمان لازم نستغل حماسهم. ازاي يا عثمان؟ يعني مثلا بدل الماركسية والناصرية والوجودية والحاجات دي كلها، نرجع للدين. نرجع للدين؟ واحنا كنا كفرنا يا عثمان. لا مؤاخذة يا ريس، أنا قصدي إن إحنا نستعين بقوة من القوة الدينية اللي موجودة فعلا. مثلا الإخوان المسلمين. أنت نسيت إن ما بين النظام والإخوان مصانع الحداد يا عثمان؟ ما فيش ثوابت في السياسة يا مرعي. نشوف وجهة نظر عثمان وندرسها. حاسيبك يا عمر يا تلمساني، أنت والإخوان المسلمين تشتغلوا سياسة بحرية كاملة. مش بس كده، وبدعم مني شخصيا إن محدش يتعرض لكم أبدا. أنا راجل بعمل حرية في البلد. والتيار الديني زيه زي أي تيار سياسي، لحرية العمل والحركة والدعوة، بس بشرط عشان ما تقولوش إن أنا محذرتش. أولاً مفيش قلة أدب معايا أبداً. ثانياً الناس لازم تلزم حدودها وتعرف مين اللي إداها الحرية دي. تالت حاجة، أنا عايزكوا تاكلوا العيال الشيوعيين اللي لابسين قميص عبد الناصر، تاكلوها في الجامعات والنقابات وفي كل مكان. بعد كده
انتوا احرار. لكن يا ريس اللي انا فهمته من عثمان داشا ان كل الكلام ده ملوش اي ضمان غير وعد حضرتك. الله، ضمان ايه يا عمرة اللسان؟ ابو انا لسه مخرجكم من السجون وتقولي ضمان؟ الله، ما تشوف يا عثمان ابتدينا. ايه يا عمر؟ السيد بادغورني بيبدي انزعاجه وانزعاج القيادات السوفيتية لتحويل الموقف في مصر، وخصوصا ما حدث العناصر الاشتراكية في السلطة التي صدرت عليها أحكام بالسجن، ويطلب تأكيدا بأن مصر ما زالت وستظل خليفة للاتحاد السوفيتي. احنا ما عندناش حد دخل السجن لأنه اشتراكي أو صديق للاتحاد السوفيتي، بل لأنه متآمر. تعالوا بقى نتكلم في حاجة أهم. الاتحاد السوفيتي حليف ودولة عظمى صديقة. المطلوب دلوقتي بإلحاح إنكم تمدونا السلاح اللي مطلوب، اللي طلبه عبد الناصر واللي أنا طلبته من بعد عدة مرات. مسألة الله سلم ولا حرب تنذر بعواقب وخيمة في المنطقة. الشارع المصري يتمزق لأن أرضه محتلة. لابد من معركة لاستعادة الأرض المحتلة. من فضلكم ابعثوا لنا السلاح اللي طلبناه واللي وعدتونا به. أمريكا بتضمن تفوق إسرائيل في السلاح. اضمنوا لنا إن احنا نبقى بعدها بخطوات مش بكيلومترات. تاني واللي تاني، من فضلكم ابعتوا لنا السلاح اللي احنا طلبناه. اما عن اتفاقيه الصداقه فانا موافق عليها. زاد رجبه. زاد رجبه. ان الهجوم الوشمي قد تم تاكيده بسبب الضباط السياسي الذي نتج عن الحرب الهنديه الباكستانيه التي تواصل بها الاتحاد. تاني ما كفايه بقى، لحد امتى يفضلوا يضحكوا علينا؟ هو ده بقى اللي مزعلك؟ مش بالظبط يا بابا، انا حاسس ان انا كل اصحابي خايفين مني. ازاي يعني؟ محدش فيهم بيحاول يزعلني او يتخانق معايا، وده شيء مش طبيعي. مش جايز بيحبوك؟ امبارح وانا طالع من المدرسه شفت طلبه طالعه بتعمل مظاهره لحرب مع اسرائيل. أما واحد صاحبي وقت عليا وقال لي أنا أقول لك نقطة بخصوص الموضوع ده، وما رضاش يقولها لي إلا لما حلفت له إن أنا مش هزعل. طب ما تحكيها لي. بس حضرتك ممكن تزعل. لا مش هزعل. حلف لك إن مش هزعل؟ يا راجل قول إحنا مش صحاب. وبعدين أنت بتشتغل للشعب 50 مليون. مش ممكن هتعجبهم كلهم. قول. مش هتزعل؟ ما تبقاش هزل. واحد عجباجي واقف على كوبري قصر النيل ومعطل الكوبري. قال له الظابط، قال له انت ايه اللي موقفك هنا؟ يلا امشي من هنا. قال له الضباب. الظابط بص حواليه ما لقاش ضباب ولا حاجه. قال له امال فين الضباب دوت؟ قال له اسال حمار. كان في تليفون عشان كنت بتضحك على ايه؟ شر البلية ما يضحك. أنا حاسس بحصار نفسي رهيب يا جيهان. كل الأمور في الجامعة والشارع حتى في الجيش بتضغط عليا، لدرجة وصلتني القناعة إن أحسن حاجة أعملها دلوقتي أكسر وقف إطلاق النار وأبدأ العمليات فورا. ما تخليش الضغط ده يواجهك غلط. ما تتسرعش يا أمر. يا سعادة السفير، احنا مش عايزين نحط الاتحاد السوفيتي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. Мы не хотим сталкивать господин посол Советский Союз и Россию. ليس مطلوبا انكم تحاربونا معركتنا. И мы не требуем, чтобы вы сражались за нас. الرسالة، انتوا ما بتجاوبوش على سؤالي ليه؟ انتوا не вы не отвечаете на мой вопрос. فين السلاح اللي احنا طلبناه منكم؟ Где оружие, которое мы давно у вас просим?
حقيقي أنا بقيت مستاء من الموقف. Мне не нравится сложившаяся ситуация. Господин президент, Советский Союз весьма обеспокоен положением, сложившимся в Египте, и поэтому мы направили в помощь вашей армии 17 000 военных советских специалистов. بالمناسبة الخبراء أنا قررت الأسبوع ده إنهم يرجعوا بلادهم. По поводу специалистов я решил, что они вернутся в течение этой недели домой. لأنه مش من المعقول يبقوا موجودين هنا أثناء المعركة. Это невозможно, когда они начнут наступление, чтобы советские специалисты находились. وعشان يبقى واضح للعالم كله إن إحنا اللي بنحارب معركتنا. И чтобы было ясно всему миру, что мы сами сражаемся за себя. توقف ليه؟ سبتهم. رسالتي وصلت لحضراتكم بالصيف اللي فات بخصوص الاستعداد للمعركه. رسالتي ايه يا فندم؟ كانت فيها ايه الرساله دي؟ الواقع يا فندم انا ما بلغتش المجلس كله، بلغت عدد محدود من القيادات. ليه؟ حرصا على سريه يا فندم. سريه على مين؟ على الناس اللي هتحارب؟ انا طلبت منك انك تبلغهم، جيت بعد يومين قلت لي انهم هيكونوا جاهزين اول نوفمبر زي ما انا طلبت. ما علينا. هنكون جاهزين يا اخوانا في الموعد ده. في الواقع يا فندم احنا بتنقصنا حاجات كتير. من ناحيه التدريبات احنا جاهزين للعدو في اي لحظه، لكن لابد من استكمال بعض الانشاءات وكمان المعدات. احنا بتنقصنا حاجات كتير يا فندم. زي ايه؟ ابسطها يا فندم، احنا مكشوفين لليهود. هم عندهم ساتر يقدروا يشوفوا عساكرنا واحنا ما نقدرش نشوفهم. الروح المعنويه لعساكرنا اصبحت سيئه. فاكرين ان ورا الساتر اليهودي ده اسلحه خرافيه. انا قبلت استقاله الفريق صادق النهارده. عندك استعداد يا احمد تيجي بكره تحلف اليمين كوزير الحربيه؟ امرك يا فندم. عظيم. بعد ما تستلم شغلك عاوزك تصححها للخطه الدفاعيه 200. هو ساتر الترابي عند الاسرائيليين قد ايه؟ 17 متر يا فندم. عاوزه عندنا 20 متر. عاوز ولادي يتدربوا على الاصعب، واي حاجه هتحتاجها موجوده. انا مش هضيع وقتك. مع السلامه. لا سلم لا حرب. هو الحال هيفضل كده لامتى؟ هانت قولي يا عاطف. نعم يا بي. حالة زملائك ايه؟ والله يا بيه أكتر من واحد وأنا منهم بنفكر، يعني ليه حضرتك ما تأمرش بعملية انتحارية؟ كل طيار مننا بطيار. هي عركة في خمارة. يا واد الموضوع لازم يدرس كويس. والأهدى والأذكى واللي معداته جاهزة. هو اللي هيكسب. هنطلق أنا بقى. مش هتتعشى معايا ولا؟ لازم أجمع في ألماظة، ولو اتأخرت مش هيرحموني. الميزة في الوضع عاطف إنه عمره ما اعتمد على إني أخوه أبداً. عشان كده تلقاني إن أنا بحبه زي جمال، والله يمكن أكتر. ما تشوف لي معاك كارت يا بير رئيس الوحدة، انزل اجازة اسبوع، اخوك تعبان. امشي يا خلاص امشي. تمام يا ريس. سيادة المستشار حافظ اسماعيل. ايوه اسماعيل، قابلت كيسنجر؟ قابلته يا ريس، وده تقرير عن المقابلة. لخص لي التقرير. بيقولوا للأسف مش هيقدروا يساعدونا لأن احنا مهزومين وإسرائيل متفوقة. والله عندهم حق. قول لي الغرب رأيه ايه في طرد الخبراء الروس؟ بيقولوا ان احنا مش هنحارب. كويس كده، تبقى السمكه بلعت الطعم. الروس وافقوا على الشحن الفوري لكل الطلبات المتاخره لصفقات السلاح السابقه. ووافقوا على تقديم اسلحه متقدمه لمصر ما ظهرتش قبل كده على مسرح عمليات الشرق الاوسط. كلام ده كلام يعني ولا؟ لا يا ريس، دول وقعوا معايا صفقات جديدة هيسلموها لمصر قريب جدا. ابسط يعني.
عزيز صدقي جاب لكم كل المعدات اللي انتوا طلبتوها. ده خبر عظيم يا فندم. شوف يا حبيبي، انا ما اتدخلتش في الخطه ومش عايز اتدخل فيها، بس انا ليه عندك خدمه. امر يا فندم. انا عاوزك تحرك لي كل القوات لحد القلال وتحطهم في وضع استعداد للعبور، وبعد يومين تسحبهم تاني. ايوه بس عمليه زي دي هتتكلف كتير يا فندم. الحكايه دي مش عايزك تعملها مره، لا مرتين. انا عارف انها هتكلف كتير، عارف، بس مهم قوي ان ده يحصل. ده جزء من خطه الخداع الاستراتيجي. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. انا عايز ازور الذي عجبها. من الاسرائيليين حسوا؟ حسوا يا فندم، وطبعا احنا كل ما نتحرك هم يعملوا تعبئه للجيش بتاعهم، وعلشان كده بقى في رايين في الحكومه الاسرائيليه. الراي الاول بيقول نجهد تحركات الجيش المصري ضرب طيران، والراي الثاني بيقول مفيش اي خطر من التحركات دي. قول لي يا ممدوح، نسالك سؤال واحد، الناس بتقول ايه عن المعركه؟ الحقيقه في الواقع انهم بيقولوا ما فيش معركة. عظيم. أنا عايز الداخلية تغذي الإحساس ده وتنميه وتأكده، وإن الوضع هو وضع استرخاء عسكري، وإن الحكومة مش ناوية تخش معركة من أصل. بس الكلام ده ممكن يبقى له تأثير سلبي على الطلبة، لأن الإحساس ده أصلاً موجود عندهم. وأنا عاوزه يتأكد عندهم. جايز يطلعوا في مظاهرات؟ مفيش مشكلة، خلي الولاد يطلعوا في مظاهرات، خليهم يعبروا عن نفسهم. اللي تشوفه يا فندم. ايوه يا هاجر، عاوز الاهرام تنشر اخبار عن ضباط الجيش اللي رايحين مكه يعملوا عمره. هبعت لك صورهم وكشف باسمائهم في الصفحه الاولى. I will go to the United Nations after 1 month from today. I mean in October 73. Great. Great. But it is top secret. أنا قلت له إن أنا هسافر الأمم المتحدة في أكتوبر 73. طبعاً الخبر ده هيوصل إسرائيل بعد ثواني. جمال راح وسابنا رجليا متكتفة على شريط السكة الحديد، ولو ما بعدتش عن القضبان القطر هيهرس لحمي وعظمي. بس عارف المشكلة يا محمد؟ لو حصل حاجة الشعب مش هيطالب برجوع تاني للرياسة زي ما عملوا مع جمال. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أنا اتخذت القرار. سمعتني يا محمد؟ اتخذت القرار. على بركة الله. Thank you.
المصرية قامت بمعجزة بأي مقياس عسكري. قامت بها القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر، حيث تمكنت من اقتحام مانع قناة السويس الصعب، واجتياح خط بارليف المنيع، وإقامة جسور لها بعد أن أفقدت العدو قدراته وتوازنه في 6 ساعات. لقد فقد العدو المتغطرس توازنه، واستعادت هذه الأمة شرفها بعد أن أصبح لهذا الوطن درع وسيف. لنا حاربنا من أجل السلام، حاربنا من أجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام، وهو السلام القائم على العدل. إن عدونا يتحدث اليوم عن السلام، ولكن شتان ما بين سلام العدوان وسلام الحق والحرية. انتهى دورك للأبد يا ديان. فعلا يا جماعة، الملك فيصل قام بدور كبير قوي في الحرب دي. هو والملوك العرب قطعوا البترول عن الغرب، فكان ضربة قاسية. ربنا يحميهم. الجبهة السورية كانت سند ومشاركة وإنجاز، والرئيس الأسد ده مقاتل حقيقي. إيه يا حافظ؟ دول جايبين لي لقطات مختلفة وأماكن مختلفة، بس كلها عن حرب أكتوبر يا ريس. حسني مبارك قائد الطيران استخدم كل الطيارات الموجودة، حتى طيارات التدريب اللي في مدرسة الطيران ركب فيها صواريخ ودخلها المعركة. طيران الميج 17 لسرعتها أقل من سرعة الصوت، استخدمها طيارونا بمهارة شديدة ضد الفانتوم والميراج. سلاح الطيران قام بملحمة رائعة، على عكس ما كان متوقع للاتحاد السوفيتي. أمال فين عاطف أخويا؟ عاطف أنا مش سألت عليه؟ أيوه عاطف استشهد. يعني ايه بقى دباباتهم بتزيد؟ يا فندم، من الجسر الجوي الامريكي بينزل دبابات، ولو حبيت سيادتك تشوف هتلاقي اننا اصابنا عدد كبير من الدبابات، ما عملش غير عدد بسيط من الكيلومترات. معنى كده انها نزلت في سيناء. يا ريس، امريكا بتدي اسرائيل اسلحه متطوره جدا. اعتقد ان اسرائيل بالثغره وغيرها عايزين ننسحب من الشام. تمام كده يا فندم. تفتكروا الثغره دي تقلق؟ ابدا، مفيش حاجه تقلق بالمره يا فندم. ما تقلقش. لا يا فندم. طب احنا بقى عايزين نحافظ على الانتصار اللي احنا حققناه وما نترجعش خطوه واحده. انا ثقت في القوات المسلحه المصريه ثقه بلا حدود، لكن الحكايه مش حكايه حرب يا جماعه. انا بحارب امريكا يا جماعه مش اسرائيل، ومش عايز يعني ننتشي بفرحه النصر وننسى ان احتياطنا الاستراتيجي خلص. انا حليف السوفييت، ودول ابخل خلق الله، وهم وراهم امريكا. وعشان نحافظ على الانتصار اللي احنا حققناه، انا هقبل وقف اطلاق النار. في الحاله دي نطلب قوات من الامم المتحده. لا يا هيكل، المره دي انا هطلب ضمانات من السوفييت ومن امريكا. يعني ايه يا انور الترفع عن دور الوسيط؟ وازاي هتحصل مفاوضات مباشرة ما بين مصر واسرائيل؟ والله نارك سينجر بيقولوا نتلقى المعنى ده اصلا من جولدا مائير. الزمان والمكان والرتب والشكل اللي يوافق عليه المصريين. طب والفلسطينيين وسوريا؟ لا، سوريا هتبقى على طرابلس المفاوضات. شوف يا جين، انا مش هفرط في الشبر واحد من الارض.
ولا هساوم على حقوق الفلسطينيين ابدا. انا عايز اقول لكم على قرار من اهم القرارات اللي اخذتها في حياتي، واعتقد انه اكثرها توفيقا. انا اخترت نائب لرئيس الجمهوريه. أنا وضعت شروط ولم أجد أفضل من الفريق محمد حسني مبارك. أنا متابعه من سنين طويلة، وفي كل لحظة كان بيأكد حسن اختياره. وبعدين المفروض يجي جيل تاني، لازم نسلم الراية لجيل تاني. وأعتقد إنه مفيش أحق من جيل أكتوبر اللي حارب وانتصر. دكتور أحمد بهاء الدين ناصر. احمد بهاء الدين وصف جه من المطار على هنا على طول. استاذن انا يا ريس. لا تستاذن مين، انا هقابله وحجيله. هغلبك في الطاوله، يعني هغلبك في الطاوله. انا ما بسيبش طاره ابدا يا عبد الله. ماشي يا ريس. اتحفظ عليها يا حافظ. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ريس. الله يسلمك يا ريس. ولو اني زعلان منك ليه بس يا ريس؟ بقى يا راجل تقول عن الانفتاح ان سلاح مدح. ده رايي يا ريس، وانا ممكن اشرح. انا فاهم قصدك، بس بلاش ردود الفعل السريعه دي يا بهاء. لابد في اي انفتاح يطلع نشر بيها، وفي كل حته في العالم في حرامين. هنا بقى ماسكين جرس، اي حد يسرق مصر كلها حرامين. لا، مصر فيها ناس محترمه كتير، ودول لازم يدي الدوله حقها عشان نعمل اصلاحات، مش كده ولا ايه؟ قول لي يا بهاء. افندم يا رئيس، الثورة الصناعية لما بدأت في أوروبا كانت حالتها إيه؟ مش سلاح مدح؟ طب شوف دلوقتي بقت إيه؟ ده اللي أنا بحلم بيه يا فندم. أنا قصدي أنا كنت عايزك في حاجة تانية. خير يا ريس؟ أنا ناوي أفجر مفاجأة في افتتاح الدورة البرلمانية. هعلن قيام الأحزاب. هنبدأ بثلاث أحزاب. الحزب الأول اليسار بتاعك، يقولوا فيه اللي هم عايزينه بمنتهى الحرية ومفيش اعتقاد. الحزب الثاني لليمين. الحزب الثالث هيبقى للوسط، وأنا هبقى رئيسه عشان الناس تطمن وتشارك. هي فكرة عظيمة يا ريس، بس الدستور ما فيهوش أحزاب. يا بهاء خد بالك إن أمثالنا هم اللي بيعملوا الدساتير. إحنا مش عايزين نخدع أنفسنا. لابد من إلغاء الدعم. مصر مش هتتحرر اقتصاديا وتنطلق الا اذا كل السلعه اتباعت بثمنها الحقيقي. وفي نفس الوقت علينا ان احنا نساعد المحتاجين عشان بقى نضمن ان الدعم يوصل للي يستحقه. يا ريس كده هيحصل ارتفاع كبير في اسعار السلع الضروريه زي الزيت والدقيق والرز والسكر. مش كتير، تعريف او قرش في الكيلو مش كتير. ها؟ خليكم واضحين مع الناس وقولوا الكلام ده في الجرايد. ما تخافوش، مش هيحصل حاجة أبدا. انتوا المستقبل، وهنسلمكم الراية في أي لحظة، وعشان كده أحب أسمع أصواتكم. تفضل. تفضل. الفساد. فساد ايه؟ الفساد السياسي والاجتماعي نتيجة الانفتاح. انت بتقصد ايه يا ابني بالظبط؟ يا ريس، اعوانك واللي واقفين وراك دول مستفيدين من اماكنهم وبيستمتعوا بالرخاء اللي سيادتك وعد الشعب بيه، وهو فين؟ مش شايفينه الا في عربيات وهدوم المسؤولين. ما تلقيش بالتهم يا ابني من غير ادله. سيادتك لو عايز تلاقي ادله هتلاقي بسهوله. عيب. عيب الكلام. سيادتك اللي سمحتلي بالكلام وانا بقول حقيقة. حقيقة ايه؟ انت لو بتكلم ابوك هتكلمه بالطريقة دي؟ انا ابويا بعيد عن الحب. انت صليط، انت من ارذال. انا عايز اقول يا ريس. اقف مكانك، اقف مكانك. انت بتكلم رئيس الجمهورية يا ولد.
يحرقوا البلد عشان قرش ساق زياده في السكر استحاله يكون ده المواطن المصري ابدا. فيه تخريب اكيد فيه تخريب، ولابد يلموا كل من خرب عن عمد وبالادله، وانا مش هرحمه. هتعمل ايه يا انور؟ هعمل ايه يعني؟ هلغي القرارات وارجع الدعم تاني. هترجع في قرارك؟ غلط، انا عارف البلد مواردها قليله ولابد من الغاء الدعم، بس الاحسن ارجع في قراري ولا اسيب البلد تتحرق؟ اللي حصل في 18 و19 يناير لا يمكن يتنسي ابدا. انتفاضه حراميه حركها الشيوعيين، يلا ما احنا سايبين لهم مساحه. احنا بقى عايزين ندي فرصه اكبر للجماعات الاسلاميه. يا فندم موضوع زي ده ممكن يمثل خطوره واضحه. لا لا، دي لعبه توازن، احنا هنمسك العصايه من النص، المهم ان ده ما يتكررش تاني ابدا. انت احوالك اليومين دول متغيره خالص، ما بتقعدش في مصر قد ما بتسافر، رحت روسيا والعالم العربي اكتر من مره. بس يا ريت بفايده. مالك يا انور، طول عمرك بتواجه المشاكل وبتحلها. اه بس المره دي المشاكل بقى حلها مش في ايديا. ازاي؟ تعرفي لعبه الدومينو؟ لما تقفل اللعبه لازم نهد الدور ونلعب دور من اول وجديد. انا حاليا في الموقف ده، الاصدقاء اللي انا كنت معتمد عليهم خذلوني. ربنا هينصرك زي ما نصرك قبل كده. انت عارفه انا بقالي كام يوم بفكر في الزنزانه 54. مش فاهمه قصدك ايه. انا اتعلمت حاجات كتير في الزنزانه دي. اتعلمت ان الانسان لا يمكن يعمل تغيير في عالم الواقع الا اذا عمل تغيير في افكاره هو. انا مسؤول عن شعب وفيه امانه في رقبتي، امانه بالنسبه للجيل ده وللاجيال اللي جايه. الامانه دي مسؤوليه بتفرض عليا اني اعمل اللي المفروض اعمله بدون اي اعتبار لكرسي الحكم. انت غامض النهارده. المفروض اني اقوم بواجبي. اذا كان في امكاني اني اجنب الاجيال اللي جايه نزيف الدم والحروب، كان ده في امكاني وما عملتوش، ابقى اخطات في حق الشعب وفي حق الامانه، اخطات في حق نفسي امام الله سبحانه وتعالى. انور انا مش فاهمه. بكره هتفهمي. لا يجب ان يخشى جنيف عربي واحد ابد. انا جاهز للذهاب الى جنيف، بل لا اخفيكم وانتم ممثلو الشعب وعلى مسمع من شعبنا وعلى مسمع من امتنا العربيه، سمعتوني اقول اني مستعد ان اسافر الى اخر العالم اذا كان هذا يحول دون ان يجرح او يقتل عسكري او ضابط من اولادي. انا بقول مستعد ان اذهب اخر العالم، وستدهش اسرائيل عندما تسمعني اقول الان امامكم انني مستعد ان اذهب الى بيتهم الكنيست زاد ومناقشته. الكلام اللي قلته ده تقصده فعلا؟ عندك استعداد تروح اسرائيل؟ اسرائيل برضه مش مصدقه وبتقول ان دي خدعه ورفعوا درجه الطوارئ. بس دي مخاطره يا عمر، ما كان لهاش لازمه دلوقتي. شوف يا جان، احنا بقالنا 50 سنة واقعين في مشكلة مع اسرائيل، وعشان نحلها بنروح نكلم شعوب الارض كلها ما عدا الاسرائيليين اللي هم محتلين الارض. مفيش حد بيحارب للابد. هو الهدف من اي حرب ايه؟ هو اقرار السلام. طب افرض رحت لغاية هناك وقالوا لك شكرا ورفضوا يدوا لك الارض. يبقوا رفضوا السلام، رفضوه بوضوح قدام العالم كله، وتبقى دي بقى مشكلتهم.
السيد الرئيس، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام لنا جميعا بإذن الله. قد جئت اليوم على قدمين ثابتتين لكي نبني حياة جديدة، لكي نقيم السلام، وكلنا على هذه الأرض، أرض الله، كلنا مسلمون ومسيحيون ويهود، نعبد الله ولا نشرك به أحدا، وتعاليم الله ووصاياه هي حب وصدق وطهارة وسلام. إنني لم أجئ لكم لكي أعقد اتفاقا منفردا بين مصر وإسرائيل، ليس هذا واردا في سياسة مصر، فليست المشكلة هي مصر وإسرائيل، فإنه حتى لو تحقق السلام بين دول المواجهة كلها وإسرائيل بغير حل عادل للمشكلة الفلسطينية، فإن ذلك لن يحقق أبداً السلام الدائم العادل الذي يلح العالم كله اليوم عليه. إنني لم أجئ إليكم لكي أسعى إلى سلام جزئي، بمعنى أن ننهي حالة الحرب في هذه المرحلة ثم نرجع المشكلة كلها إلى مرحلة تالية. لقد كان بيننا وبينكم جداراً مرتفعاً حاولتم أن تبنوه على مدى ربع قرن من الزمان، لكنه تحطم عن 73، وعلينا أن نعترف بذلك. ولكن بقي الجدار الآخر يشكل حاجزاً معقداً نفسياً بيننا وبينكم. أيها السادة، الحق أقول لكم إن السلام لن يكون اسماً على مسمى ما لم يكن قائماً على الصداقة وليس على احتلال أرض الغير. وبكل صراحة أقول لكم إن عليكم أن تتخلوا نهائياً عن أحلام الغزو، وعليكم أيضاً أن تتخلوا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع الحرب. هناك أرض عربية احتلتها ولا تزال تحتلها إسرائيل بالقوة المسلحة، ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربية، القدس التي حضرت إليها على اعتبارها مدينة السلام. ودعوني أقول لكم بلا أدنى تردد إنني لم أجئ إليكم تحت هذه القبة لكي أتقدم برجاء أن تجلي قواتكم من الأرض المحتلة بعد 67. إن الانسحاب الكامل أمر بديهي لا نقبل فيه الجدل ولا رجاء فيه لأحد أو من أحد، وإن كنتم قد وجدتم المبرر القانوني والأخلاقي لإقامة وطن قومي على أرض لم تكن كلها ملكاً لكم، فأولى لكم أن تفهموا إصرار شعب فلسطين على إقامة دولته من جديد في وطن. إنني أحيي أصواتاً إسرائيلية طالبت بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وصولاً إلى السلام وضمان له. فيا كل رجل وامرأة وطفل في إسرائيل، شجعوا قياداتكم على نضال السلام، ويا أيتها الأم الثكلة، ويا أيتها الزوجة المترملة، ويا أيها الابن الذي فقد الأخ والأب، يا كل ضحايا الحروب، املأوا الأرض والفضاء بتراتيل السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام، اجعلوا الأنشود حقيقة تعيش وتثمر، اجعلوا الأمل دستور عمل ونضال وإرادة من الله. اللهم إني أردد مع زكريا قوله: أحب الحق والسلام، واستلهموا آيات الله العزيز الحكيم حين قال: قل آمنا بالله وما نزل علينا
وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. إن الوثيقة الأولى التي سنوقع عليها تحمل عنوان إطار للسلام في الشرق الأوسط، وسيتم نشر الوثيقة الأولى التي بعد هذا الحديث الممتع الذي قلتم فيه كل الحقيقة كما تعودتم مع شعبنا، فنحن مشتاقون اليوم لمعرفة كيف تحتفل بعيد ميلادك. أنا كل احتفال بعيد ميلادي إن أنا باجي هنا من تبركوم. ما عندناش هنا في الفلاحين حد بيحتفل بعيد ميلاده كشخص زي المدينة والأفنديات والمظاهر اللي احنا عندنا هنا بنحتفل بمولد النبي، بالإسراء والمعراج، ليلة نص شعبان، بنجتمع كده وبنجيب بطة وزة وزين فراخ، يعني في المناسبات الدينية بس، دي احتفالاتنا. ونحن نحتفل بعيد ميلادك وبعد مسيرة طويلة من الكفاح، ماذا تقول لشبابنا؟ أقول لشبابنا إن المسيرة لم تنتهي بعد. الشباب هم الأمل، هم المستقبل. همة يا بنتي، أنا وعدت وأوفيت، جيلي سلم الراية مرفوعة. ما تتخضيش يا همة، دول ولادي بيتدربوا جنبينا هنا. الجيش، ولادي في الجيش زي ما انتوا شايفين صحيين للنهار، لأني مفيش سلام من غير قوة تحمل أبدا. مالك انت خسيت ليه يا دكتور جابر؟ هنعمل ايه بس يا ريس؟ لازم بقى تاكل قشطة وعسل عشان تدخل شوية كده. ايه اخبار الشارع الجامعي والثقافي؟ شكرا يا ريس. كل الناس مع سيادتك يا ريس ومتفهمة مواقفك جيدة. ده كلام عام يا دكتور، انا عايزك توضحولي. انا يهمني ما في عقول الاساتذة الكبار. عفوا يا سيادة الريس، لو سمحت لي ممكن اتكلم انا عن رأيي الشخصي. اتكلم عن رأيك الشخصي وانت بتاعك. مصر في حاجة للمزيد من الديمقراطية. مزيد من الديمقراطية؟ قاعد مع رئيس الجمهورية على السفرة وبيأكلك بنفسه وتطلب مزيد من الديمقراطية. أنت مش شايف اللي أنا عملته؟ مش شايف اللي أنا أنجزته؟ معسكرة اعتقال اتهدت بقى مطرحها مزارع، الحراسات اتلغت، مصر اتفتحت على العالم، بقى في أحزاب. مصر حربت وأدهشت العالم كله. فتحنا القناة، أكتر من 2 مليون مواطن كانوا مشردين رجعوا لبلادهم على خط القناة. مصر يا دكتور ما بقتش دولة بسيطة. ولا أنت عايز تتكلم عن انتفاضة الحرامية؟ بالظبط. لا، المصريين دلوقتي أحوالهم أحسن بكتير. وناقص حاجة واحدة بس. ناقص إنهم ما يعترفوا بالإنجازات اللي بتحصل على أرض الواقع. بس أنا عارفهم، اشتغلت معهم وعارفهم كويس. هم زعلانين مني عشان أنا قلت إن 99% من أوراق اللعبة في إيد أمريكا،
اللي مش شايف كده يخبط دماغه في الحيط. كل 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 قشطة وعسل، وكلمني عن حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي وفي البلاد الاشتراكية. كلمني عن حقوق الإنسان هناك. ده اسمه خداع وعار على الإسرائيليين. أنا مش فاهم بيجي بيفكر إزاي. هو مع السلام ولا ضده؟ امبارح كان معايا، النهارده يضم القدس. شعبي يقول عليا إيه؟ متواطئ معاه؟ هو فاهم إيه؟ القدس دي لكل الأديان. أنا كل ما تقدم خطوة ترجعوني 10 لورا. بلغ بيجي الاحتجاج الرسمي على ضم القدس. شكرا. ثانك يو. يا فندم، الناس زعلانة عشان الفلسطينيين والعرب ما جوش مؤتمر مينا هاوس. ما جوش عشان مش فاهمين. ازاي يا ريس؟ انت عندك محل طبعا يا محمود. ايوه. كم كرسي؟ عندي 8 كراسي. المحل ده فجأة اتسرق منك، اتنهب، اتاخد، لقيت نفسك في الشارع، هتعمل ايه؟ اعمل حاجة كتير يا فندم. عملت اشتكيت ورفعت قواضي وعملت كل المحاولات الشرعيه والغير شرعيه، درجة انك بقيت تصرخ وتشتم وتحدف الناس بالطوب في الشارع، بقيت في نظر الناس اللي في الشارع ايه؟ يا فندم قليل الادب. صح. انا عملت لك ايه بقى؟ جبت لك كرسي جوه المحل بتاعك، تقوم تقول لي يا المحل كله يا بلاش. لا يا فندم، اخد الكرسي وبمجهودي ابتدي اقول بمجهودي. اديت فهمتها. هم بقى مش عايزين يفهموا. أنا صحيح جبت لك كرسي واحد، بس أنت شطارتك بقى ممكن تاخد الكرسي الثاني، ممكن تاخد الكرسي الثالث، ممكن تاخد المحل كله. أيوه، بس هما مش عايزين يجتهدوا يا فندم. هما مش عايزين يجتهدوا ومش عايزين يفهموا. بعدين يا محمود افهم. إن شاء الله يا فندم. تشكر يا محمود. الله يخليك يا فندم. يا ريس، وزير الداخلية منتظر سيادتك. تعالى يا نبوي. سيادة الرئيس، تقارير الرأي العام وخاصة الجماعات ضد استضافتك لشاه إيران يا ريس. تعرف الشاه عمل إيه لمصر في أكتوبر؟ ده يا ريس، كنا محتاجين بترول، اتزنقنا. كلمته، قال لي في مركب محملة بترول وراح على أوروبا، هبعتها لك. إدى أمر للمركب في عرض البحر إنها تغير رحلتها وتيجي على مصر. أنقذ الموقف في مصر. تقوم تقول لي الجماعات الإسلامية اللي ما يعرفش يقول عدس، وهم ما يعرفوش. النهاردة الراجل مش لاقي مكان في العالم يقويه. مصر ما تنساش الجميل يا نبو. يا سيادة الرئيس، أنا مهمتي إن أنا أبلغ عن أي خطر محتمل. عارف عارف، ما حدش بيموت قبل أجل. توكل على الله يا نبو. بعد إذنك يا رئيس. الصلح مع إسرائيل كفر مبين. نظام السادات لابد أن يسقط. على أيدينا بإذن الله. الإخوة ما شاء الله جاهزين. ليه ما نبدأ؟ كل شيء في وقت. بدر حلل اسمه حلل. الولاد دول عايزين إيه؟ حرب وحاربت وانتصرت، وسينا هترجع كاملة بدون نقطة دم واحدة. يا سبحان الله. مش كفاية إن سيادتك طلعتهم من السجون وعملتهم أحسن معاملة؟ الولاد بتوع الجماعات الإسلامية بقوا متفقين مع الولاد الشيوعيين. شفت مسخرة أكتر من كده؟ يا فندم، إحنا حاسين إن في مؤامرة لاغتيال سيادتك، بس إحنا هنقدر. اغتيال إيه يا نبوي؟ الشعب المصري مسالم ومعايا وبيأيدني بيعتبرني بطل الحرب والسلام. شوف انت شغلك بس، وشوف الولاد دول نفهمهم ايه الحكاية، ونشوف ونعرف مين اللي غرر بيهم. حادث بسيط في الزاوية الحمراء، خناقة زي اي خناقة بين جيران، غسيل في بلكونة مواطن، نزلت منه مية على غسيل في بلكونة مواطن اللي تحتي، والزهر انها ميه مش ولا بد يعني، بس تتحول لاشاعات مؤسفه
وترتب عليها احداث تتصور للعالم ان في مصر فتنه طائفيه. فيه ناس بينفخوا في النار وبيستخدموا الولاد الشبان الصغيرين وقود للنار دي. انا بحذرهم جميعا وبقول لهم ان الديمقراطيه لها انياب وتقدر تحافظ على نفسها. انا جاي ابلغ حضراتكم بالقرارات اللي اتخذتها. تقبض على العدد ده كله من كل الطيارات والاتجاهات وتحطهم في المعتقلات اللي انت كنت قفلتها؟ واحنا بنتقدم لقدام ولا بنرجع لورا يا قمر؟ بنتقدم لقدام. انا عملت اتفاقيه سلام مع اسرائيل بعد مجهود شاق وقاتل محدش من الافنديات دول يقدر عليه. الاتفاقيه دي يا جيهان في اتجاهات داخل اسرائيل مش راضيه عنها ومستعده تتدخل في اي لحظه عشان تفسدها. انا كل املي يعدوا 6 شهور دول على خير واستلم ارضي. نفسي اوصل ل 25 ابريل من غير مفاجآت، ومش عايز حادثه هايفه زي دي تخلي بيجن يتلكك وما يكملش ويقول كفايه عليكم العريش لحد ما يتوقف التحريض ضدنا وضد السلام. والاتحاد السوفيتي مش سايبني في حالي، كل شويه يزق عليا حد يزايد عليا، وفي ناس كتير في المنطقه بتتحرك عاوزه تفسد اللي انا بعمله. بدافع من الحقد والغيره مش بدافع من الوطنيه. أنا محدش يزايد عليا في العمل الوطني. أنا عايش عشان البلاد دي وهموت في سبيلها. 25 أبريل الساعة 12 الظهر هتنسحب إسرائيل لحدود مصر واستلم أرضي. بعدها ب5 دقايق هفرج عنهم جميعا. هنحتفل بتحرير الأرض والسلام. تاني يوم بإذن الله هتفرغ لحل المشكلة الفلسطينية. أنا كل اللي عملته إن أنا بعتهم مؤقتاً عن العمل العام، لأن تلسينهم وبكتاباتهم بيشكلوا تهديد لتحرير الأرض. بس أنا إديت أوامر صارمة إن مفيش أي حد فيهم يتعرض لأي إهانة. أنا خايفة يا أمير. خايفة من إيه يا شيهان؟ مش عارفة بس خايفة. صباح الخير. صباح الخير يا جد. صباح الخير يا حبيبي. صحي النوم. يصحى كلام دلوقتي. قوم لو عايز تلحق العرض. ممكن يبدأوا العرض من غيري؟ لا يا جد. الله أكبر. برضه ما لبستش القميص الواقي والرصاص. اعمل بيه ايه؟ عشان خاطر يا جيهان ملوش لازمه، انا رايح في وسط ولاد، وبعدين ده بيضايقني. يا قمر ما تشغلش بالك يا جيهان، الاعمار بيد الله.
والارتفاع بالمستوى تقدمه قوتنا الجوية برهانا على ما وصلت إليه من الكفاءة. لا زال رجال المدفعية المدفع 130 ملي متر يتابعون مسيرتهم في ساحة العرض. ولقد استخدم رجال المدفعية لإسكات مدفعية العدو في حرب رمضان. يا كل رجل وامرأة والطفل، شجعوا قيادتكم على نضال السلام. يا أيتها الأم السكلة، ويا أيتها الزوجة المترملة، ويا أيها الابن الذي فقد الأخ والأب، يا كل ضحايا الحروب، املأوا الأرض والفضاء بتراتيل السلام. املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام. اجعلوا الأنشودة حقيقة تعيش وتثمر. اجعلوا الأمل دستور عمل ونضال، وإرادة من الله، وإرادة من الله، وإرادة من الله، وإرادة.